بسم الله ما البرزنتيشن؟ فتعالى مثلا نمسك حاجة فيها، تعالى نمسك عندي أول كنتونة عندي وهو مين؟ وهو الباسنجر الفيروس. وفاجئ إن أنا رسلت لك هنا إيه؟ عين. وهذا العين إيه الأخبار؟ مشاور لك فيه على الراس بالتحديد. يبقى الدكتور محمد هيتكلم دلوقتي هيتكلم 50 دقيقة على النورمال باسنجر والنورمال باسنج والنورمال باور، وبعدين 45 دقيقة على وبعدين هابي بريك، وبعدين اخر 45 دقيقة ونمشي على اذان العصر على الاوستيبيو سبيريور. تمام؟ لا على اذان العصر، لان انا الصراحة بتعب، برجع من الدرس حتى بروح اشم فريحة اكل مش من شقتي من العمارة كلها. طب انا على ايه؟ لا انا هروح اطلع من هنا على الجامعة اصلي اروح تبقى خمسة انام اصحى على الفطار. انا مدي الدرس علشان مزاجي انا. تمام؟ تعالى نبتدي يعني. النورمال عندي باسنجر، وفاجئ بايه؟ ان الدكتور محمد مشاور على مين؟ على الراس بس. يعني ايه؟ ما همنيش اي حاجه غير الراس. ليه يا دكتور؟ لان انا نون كومبريسبل. علشان كده انا عايز اعرف مقاساتنا كويس قوي. ايه المقاسات اللونجيتيودنال بتاعتنا؟ وايه المقاسات الترانسفيرس بتاعتنا؟ يا دكتور البيبي عندي نمره واحد لازم يستحسن اللايت بتاعته تبقى بالطول ولا بالعرض؟ بالطول. احمدك يا رب يا اللي بنحبك يا اللي خليت كل العيال نازلين بالطول بنسبه 99.5%. امال يبقى بالعرض كام؟ بنص. وحضرتك البيبيهات اللي بالطول بتبقى نازله البرزنتيشن بتاعهم كفالك ولا بريش؟ كفالك. ليه يا دكتور البرزنتيشن عندي بيبقى كفالك؟ الحمد لله ربنا اللي بيحبنا يخلي الراس الصعبه نخلص منها الاول، بعدين بقيه الجسم مقدور عليه. علشان كده الكفالك برزنتيشن كام في المية؟ 96. الله، امال يا واد البريتش كام في المية؟ جدع اللي يقول لي 3.5 شيل الديسمال تبقى 35% بريتش في حالات ايه؟ بري تيرم ليبر، اشهر سبب من بريتش، برافو عليك. ويبقى البرزنتيشن عندي بريتش 3.5، طب النص مين هو؟ ترانسفيرس عندي برزنتيشن. طب من هذه البرزنتيشن عندي مين اتضح ان هي اهم حاجه؟ الكفالك. طب تعالى بص لي على هذه الراس عندي الكفالك، تفاجئ ان هي عندي عباره عن ايه؟ تفاجئ ان هي عباره عن ثلاث مناطق. منطقه كبيره فوق اسمها الفيرتكس، ومنطقه عندي اسمها الفي البراو، ومنطقه عندي اسمها الفيس. وتعالى العب معايا واقول لك عندي ان الاشهر فيهم ان البيبي ينزل بالمين؟ بالفيرتكس عندي. ان انا ينزل عندي بوشه بالفيس، الواد بيورينا وشه كام مره في السنه؟ مره في السنه، كل واحد على 300، سواء جت في الاس كيو بس انا مكتوبه فعلا في الاسم واحد على 300. امال الواد بيورينا جبهته كل قد ايه؟ مره في الدفعه، كل واحد على 2000، واحد على 2000. يبقى انت بالاساس مين؟ يبقى انت بالاساس فيرتكس. ايه الفيرتكس يا دكتور؟ هي قمه الراس، هي عندي قمه الراس. طب البيبي لما بينزل فيرتكس عندي من قراءتنا ودروسنا اللي فاتت دي بينزل اكستندد ولا فلاكسد؟ بينزل عندي فلاكسد. علشان كده بتحس العظمايه دي اللي اسمها الاوكسبت، بتحسها انتيريو ولا بوستيريور؟ الاوكسبت بتبقى انتيريور. يبقى بعد ما تركز على اللايت وبعد ما تركز على البرزنتيشن كفالك تكتشف انك ممكن تبقى فيس او براو او فيرتكس. من الاشهر الفيرتكس. عرفت ازاي يا دكتور ان هو الفيرتكس؟ عرفته بعظمايه معينه اسمها، وجدع اللي يقول لي العظمايه اللي اسمها الاوكسبت دي اسمها ايه بون؟ دينومينيتور بون. يبقى عرفته بعظمايه معينه اسمها دينومينيتور بون اللي هي بتاعت مين؟ بتاعت الفيرتكس اللي اسمها الاوكسبت. محمد امال الدينومينيتور بون بتاعت البراو؟
بتاعه الفيس شين. طب بتاعه البريتش الايه؟ الديسكال السكرام عندي كويس. يبقى عشان اعرف ان هو فيرتكس عندي بعرفه بحاجه اسمها دينومينيتور بون. طب الاحسن عندي انا اوكسيبيتو انتيريور ولا اوكسيبيتو بوستيريور؟ انتيريور. امال البوستيريور ده يبقى اسمي مال ايه؟ يبقى فعلا الاوكسيبيتو الدينومينيتور بون دي بتاخد بوزيشن. كام بوزيشن يا دكتور؟ واحد من ثمانيه، اربعه من الاتجاهات الاصليه واربعه ايه؟ فرعيين. واتضح ان عندي الاتجاه الوحيد اللي انا قابله هو ليفت اوكسيبيتو انتيريور. ما عدا ذلك الاوكسيبيتو بوستيريور يعتبر ايه؟ مال بريزنتيشن ولا مال بوزيشن؟ مال بوزيشن، لان نورمال بريزنتيشن بالفيرتكس عندي، بس الاوكسيبيتو هو مين اللي اختل وجه ورا. طب ربنا قال لك ايه؟ الشولدز ماسك حلوه، خلاها كام في الميه؟ 80%. الدنكن ماسك وحشه، خلاها كام في الميه؟ 20%. يبقى ربنا يقول لك الاوكسيبيتو انتيريور حلو، خليه 80%. الاوكسيبيتو بوستيريور وحش، خليه عندي 20%. تمام. يبقى اي حاجه عندي متقسمه بهذا المنظر، دايما الحلو 80 ودايما الحلو انتيريور. لو جيت اقول لك المانتو انتيريور كام؟ تقول لي 80%. طب والمانتو بوستيريور كام؟ تقول لي 20%. بقت قاعده دايما ان الانتيريور بوزيشنز هي الاغلب، ودايما عندي حضرتك 80% والعكس بيبقى 20%. تقول لي طيب حضرتك الاوكسيبيتو انتيريور احسن وهي دي اللي بيتم بيها الولاده، ازاي ربنا سبحانه وتعالى اتحط عندي ان الاوكسيبيتو انتيريور؟ كل حاجه اقولها لك عباره عن ايه؟ تصميم مسبق. It is a matter of تصميم مسبق ان يبقى الفرتبرا بتاعت الام في الحته دي اللمبر مبنيه كده لقدام، علشان البيبي غصب عنه يجيب الابدومنال كونكافيتي يمشي مع اللمبر ايه؟ كونفكستي. تصميم معين ان ربنا سبحانه وتعالى يحط لك ايه عندي في السكرم؟ رومونتري. قوم الاوكسبت ما تنفعش تيجي ورا، قوم ينفع تبقى فين؟ تيجي عندي قدام في الفور بلمس. يبقى ليه عندي كل العينين 80% اوكسيبيتو انتيريور ماتر اوف اكوموديشن؟ ابدومنال كونكافيتي في لمبر كونفكستي، والاوكسبت عندي الكبير ما ينفعش يبقى عند الرومونتري، يبقى في الفور بلمس الواسع اللي عندي. طب ليه يا دكتور انت مركز عندي بقى على الراس، عمال تركز على الراس؟ لان زي ما اتفقنا ان دي ايه الحاجه؟ ان دي اصعب حاجه. ونفاجئ ان على الراس عندي اللي هي اصعب حاجه في اثنين دايمترز، يا اما بالطول يا اما بمين؟ بالعرض. تعالى نبتدي بالعرض، مين العرض اللي بالعرض عندي؟ ايه اعرض حتتين في عظمك بالعرض؟ الفرايتال بون. عشان كده الباي فرايتال دايمتر ده كام سنتيمتر؟ 9.5. وسبحان الله لرواد الحفظ مشيها سجع، 9.5 8.5 7.5 كل شويه تخس سنتيمتر. ازاي يا دكتور تخس سنتيمتر؟ الباي فرايتال دايمتر 9.5، انما لو حطيت صباعينك الاثنين على التمبرال اريا اللي بقى اسمها باي تمبرال بقت كام؟ 8.5. اما لو حطيت صباعينك ورا على الماستويد بول بقت كام؟ بقت 7.5. انا بقول لك ما تحفظش غير 9.5، لان الباقيين نادرا ما هتستخدمهم. عارف امتى عندي هستخدم الباي تمبرال دايمتر؟ انت عمرك ما هتحس الباي تمبرال دايمتر. عارف ليه؟ لان البيبيات كلها اوكسيبيتو ايه؟ انتيريور. فالباي تمبرال دايمتر ده ايه؟ جوه بطني. مش هتحس خالص ال 8.5 جوه بطني. امتى احسه؟ لو البيبي ايه؟ اوكسيبيتو بوستيريور، الاوكسيبيت ورا. ساعتها لو حطيت صباعينك على بطن الست هتلاقي حاجه بتزحلق. ده ايه اللي بيزحلق ده يا ماما؟ هتقول لك كورة الواد، اصل الاوكسيبيت بتاعي ورا فقرته بتزحلقني. اللي اسمها ايه دايمتر؟ باي تمبرال. يبقى ال 8.5 ده اوكسيبيتو بوستيريور. طب وال 7.5 عندي يا وديع عمري ما استخدمه. 7.5 ده كان كلام قديم ايام ما كان في حاجه اسمها ايه؟ اوبريشن ديستركتيف اوبريشنز عندي. ايام ما كانش حاجه اسمها قيصريه، كان يمسكوا الراس ده ويطحنوها بالات، ويعرفوا ان هم يعرفوا يكسروها 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 الا البيز اوف ذا سكال، الا المنطقه القويه بتاعت عندي الماستويد لا تكسر تمام. يبقى لا يمكن تنزل في الدايمتر بتاع الهاد عن كام؟ عن 7.5 سنتيمتر. طب يا دكتور محمد يبقى لا نحفظ 7.5 بتاعت الباي ماستويد دي بتاعت تكسير الراس، ولا الباي تمبرال دي بتاعت الاوكسيميتو بستيريو، امال احفظ ايه؟ الباي بارايتال. بتاعت ايه يا دكتور الباي بارايتال؟ بتاعت الانجيجمنت. فاكرين لما كنت بقول عندكم انجيجمنت؟
كنت بقول ايه؟ It is passage of the bipyrrhetal diameter through the lane of the pelvic inlet. والبيبيرتال اللي طالع ان هو كام سنتي؟ 9.5. تعال بقى نركب الدرس على بعض. الحوض عندي من فوق عريض ولا اطول؟ لا من فوق عندي عريض. هيبقى البيبي هيضطر ينزل بالايه؟ بالعرض. يعني ايه يا دكتور بالعرض؟ يعني خليت لي العظمتين الكبار في البيبي اللي هم البارايتال امنس والبارايتال امنس بقسمهم رايت ولفت ولا بقسمهم انتيرو بستيريور؟ انتيرو بستيريور. للاسف حضرتك بالمنظر ده خليتهم يجي على كالكوعتين. كالكوع قدام اسمها سيرسس بيوكس وكالكوع ورا اسمها برومونتري اوف ذا سيكروم. مين الكالكوع الاكبر؟ السيرسس بيوكس ولا البرومونتري؟ مش عايز حد يقول برافو كويس برافو. السيرسس بيوكس فعلا لان السيرسس بيوكس ده عباره عن عظمايه كام سنتيمتر؟ 3 سنتي. انما البرومونتري ده عباره عن ايه؟ خط. خط عباره عن ايه؟ 3 مللي. ما يغركش ان هو مكلكع بس هو متكرر من ورا مش طالع لك من قدام غير مين؟ الا الخط اللي هو 3 مللي. يبقى انا خوفي كله في مين؟ في الستريس سبيس. ادي البيبي نازل بالمنظر ده انجيجمنت باي بارايتال دايمتر عند قدام بارايتال بون سنسس بيوريس ورا بارايتال بون في عندي برومونتري اوف ذا سيكرم. ومين اللي وقع في الوسط؟ السيجيتال سوتشر عندي. لو البيبي نزل بالمنظر ده شباب احنا في اخر السنه بنسميه ايه؟ سينكليتيك. يعني ايه سينكليتيك؟ كليتيك جايه من انكلينيشن يعني مبني. سين جايه من سيمتريكال معناها حضرتك ان له مبني لقدام ولا مبني ورا. امال ايه؟ زي العسكري نازل حضرتك سلقط ملقط بالمنظر ده. مين اللي في الوسط بالظبط؟ السيجيتال سوتشر. والانتيريور بارايتال بون قصاد السيرسس بيوكس والبوستيريور بارايتال بون وراء البروموتر اوف ذا سيكروم. والانتيريور بارايتال بون 50% من المساحه والبوستيريور بارايتال بون 50% من المساحه. دي حاجه كويسه ولا حاجه وحشه؟ حاجه وحشه. عشان كده ربنا خلاها بتحصل بشكل نادر 25% بس العينين السنكليتيك دول. ليه حاجه وحشه؟ لان خليت عند المطبين بتوع البارايتال امنس ينزلوا مع في العظمتين في نفس الوقت. طب الحاجة الأحلى إن أنا أعمل إيه؟ حد يقول باللغة العربية أعدي واحد وبعدين تعدي التاني. تعدي السيرسس بيوبس وبعدين تبقى عدي البرومونتري. أقول لك أعدي البرومونتري وبعدين أبقى أعدي السيرسس بيوبس. بس ما تاخدهمش لطش هما الاثنين في نفس الوقت عندي. طب عشان أعدي حاجة وبعدين التانية لازم أعمل إيه في راسي؟ ما اسمهاش أتنيها، دي مش لاكشن وإكستنشن، أمال دي اسمها إيه؟ لاترال تيلت. لاترال تيلت. طب واللاترال تيلت دي اسمها ايه؟ اسينكليتس. معناها ايه يا دكتور؟ ان انا لو عملت لاترال تيلت كده بارايتال بون دي ما بقتش سيمتريكال مع دي، بقى في اسيمتريه اسينكليتس، بقى في انكلينيشن عندي على ناحيه. طب يا دكتور انت عندك كام نوع من انواع عندي الاسينكليتس؟ عندي نوعين. في عندي نوع اسمه انتيريور وعندي نوع اسمه ايه؟ بوستيريور. يعني ايه يا دكتور النوع اللي اسمه الانتيريور؟ الانتيريور معناه ان احمد لو مد ايديه وفحص الست هلاقي انهي بارايتال بون في ايديه؟ ده انتيريور بارايتال بون. رحنا مسميينه ده ايه؟ ده انتيريور اسينكليتس عندي. عموما يا شباب دايما الانتيريور احسن ولا البوستيريور؟ دايما الانتيريور احسن من ايه؟ من البوستيريور. تمام دي قاعده عندي. فلو الانتيريور بارايتال بون هي اللي انت حاسسها اسمها انتيريور بارايتال بون بريزنتيشن. مين الاخ اللي ذكر كذا مره في المنهج عمل هذا الكلام؟ نيجلز. نيجلز بقى اسمها ايه؟ نيجلز اوبليكتي. طب ايه اللي حصل عندي في نيجلز اوبليكتي بالمنظر ده؟ اللي حصل عندي حضرتك دي السيرسس بيوبس دي البرومونتري اوف ذا سيكرم شايف السيجيتال سوتشر بقت رايحه لورا بحيث ان انت بقيت حاسس اني عظمي اكتر انتيريور بارايتال. تمام يبقى النيجلز اوبليجيتي ايه اللي انت بتحسه فيه؟ اللي بتحسه فيه ان السيجيتال سوتشر ما بقتش سيمتريكال في الوسط امال بقت فين؟ رجعت لورا شويه فبقيت شايف مين؟ الانتيريور بارايتال بون. شباب هي بالمنظر ده اما يبقى احط صباعي كده اسمها انتيريور بارايتال بريزنتيشن السيجيتال سوتشر طلع قدام ولا رجع لورا؟ علشان كده بنسميها ايه؟ اسينكليتس. بنسميها بوستيريور اسينكليتس. يبقى ما دام السيجيتال سوتشر رجع عندي بالمنظر ده لورا اقول ان ده الانحناء اللي حصل لورا بسميها بوستيريور اسينكليتس. طيب
دي حلوة ولا وحشة؟ دي ممتازة، دي ممتازة. عارف ليه عندي ممتازة؟ لأن الرف دلوقتي منظمها عدى مين؟ السنسس بيوكس. ما يا دكتور يعني ايه عدى؟ ما انت بتعمل حركة يعقبها أخرى. أنت عديت مين في الأول، الصعب ولا السهل؟ عديت الصعب، السنسس بيوكس. فاضل لك لما تعمل راسك تعدي مين؟ تعدي السهل، البروموتور والسكر. عشان كده الأنتيريور فرايتال برزنتيشن، النيجلز برزنتيشن، بوستيريور اسنكليتيز هي المفضلة لدي. عديت ايه يا دكتور؟ عديت عندي الصعب، وفاضل لك مين يا دكتور؟ فاضل لك عندي السهل اللي هو مين؟ مجرد 2 3 مللي اما ترجع تعدل نفسك تاني. طب امال مين العكس يا دكتور؟ العكس بالعكس على طول. العكس عندي ان تلاقي السيشنال سوشيال رايح فين؟ انتيريور. يبقى ساعتها الشيخ احمد وهو بيحط ايديه هيحس عندي اني فرايتال بون البوستيريور، يبقى اسمها ايه؟ برزنتيشن بوستيريور فرايتال بون برزنتيشن. بس ساعتها السيشنال سوشيال راح فين؟ يبقى اسمها انتيريور اسينكليتس. طب ده الشيخ احمد، امال الشيخه منى هتقول لي بقى ليه عندي البوستيريور اسينكليتس وحش؟ تقول لي الاجابه واضحه من الرسمه، لان انا بالمنظر ده كل ده عديت مين؟ السهم. وفاضل انك ترجع تعدل الراس علشان تسنترلايز السهم اللي انا تخليه في الوسط وتعدي مين؟ تعدي عندي الصعب. يبقى البوستيريور فرايتال برزنتيشن اللي اسمها الانتيريور اسينكليتس وحشه. طب الانتيريور فرايتال برزنتيشن حلوه، البوستيريور فرايتال برزنتيشن وحشه. وزعها لي في العيانين، وزعها لي في العيانين. مين عندي العيانه اللي بنشوفها كتير، البرايمري ولا المالتي؟ فارا وان فوق فيما فوق المالتي جرافدا. يبقى تلاقي معظم المالتي جرافدا انتيريور اسينكليتس. مين العيانه اللي بشوفها مره واحده في العمر لان بعد كده بتنتفي من عليها هذه الصفه؟ البرايمري جرافدا. يبقى دي الفئه النادره. يبقى خلي العيانين البرايمري جرافدس هم اللي عندهم ايه؟ البوستيريور فرايتال برزنتيشن. يبقى الانتيريور فرايتال برزنتيشن الحلوه خليها تمشي مع المالتي جرافدا. Posterior parietal presentation الوحشة خليها تمشي عندي مع البرايمري جرافيتي. طب لو الموضوع ده لخبطك، لو الموضوع ده لخبطك اعمل ايه؟ خلي كل حاجة ماشية مع بعض. خلي ولو ان الكلام ده لما بتقوله في الشفوي ده غلط تماما، يعني ايه خلي كل حاجة تمشي مع بعض؟ قول ان الانتيريور parietal presentation هي اسمها ايه؟ anterior asyncretism. قول ان البوستيريور parietal presentation هي الايه؟ البوستيريور asyncretism. كلام ده غلط تماما. هذا الكلام الغلط عندي للاسف انت مطالب بيه في الام سي كيو. لكن في الشفوي بتقول ايه؟ بتقول زي ما انا بقول، لان ده لوجيك. انتيريور فرايتال برزنتيشن السيشن السوشيال رايح لورا بوستيريور. اكتب في الشفوي عكس بعض، في الام سي كيو ماشيين مع بعض، وفي النظري هيتطلقوا من بعض ان شاء الله. في الشفوي عكس بعض، في الشفوي عكس بعض. اياك تلخبط ان الواد اسامه لونجس راح فتح الكود بالتكست بوكس، لا فعلا الكلام اللي انا بقوله ده طبعا هو الصح مش هنخرج. انما في الامس ليه يا اسامه عملت كده؟ اوكي هات من في الامس كيو ماشيين عندي مع بعض، في الامس كيو ماشيين عندي مع بعض. عارف انا هعمل ايه؟ يحرقهم هما الاثنين، يحرق الشفوي على النظر وامسك الحته دي واحرقها، واقول له ايه؟ خذ نصيب بقى راجع بذلك، ماشي يا عم الحاج. يبقى دي الدايركتورز عندي اللي بالعرض. 9.5، 8.5، 7.5، رنا. ايه فايده ان انا يحصل لي اسينكليتيز؟ ايه فايده ان الراس تبقى كده؟ هل الاثنين باي بارايتال في نفس الدايام في نفس المستوى ولا بقت واحده بس وواحده لا؟ عارفين المقاس ده كام سنتيمتر؟ 9 سنتيمتر. كويس. طب يا دكتور ده الكلام، ده كلام السهل. امال ايه بقى الكلام الصعب؟ الكلام الصعب اللونجيتيودنال دايامترز عندي بتاعه الحوض. على فكره اللي ما رسمش الرسمه دي معاك في الاسم نيو سم. انا قعدت كتير قوي على بال لما اشوف موضوع الاسم كده لقيت ما يمشيش معايا غير الموضوع ده. الرسمه كده بالعرض وتلاقي السيشن سوشيال رايح لورا. انت حاسس ان الانتيريور بارينتال بون يبقى اسمه الاستيريور اسينكليتيز. سيشن سوشيال رايح ترسم الرسم. اوكي.
الجزء عندي الصعبة اللونجيتيودنال داتا. طب اللونجيتيودنال بارامترز هي يا دكتور هنحفظها عندي ازاي؟ ما بتتحفظش غير بفقرة، ما بتتحفظش غير بسجع. السجع ده عامل ازاي؟ يلا بينا يا جماعة فكرونا عامل ازاي؟ يلا قول لي هتكتبها ازاي؟ يعني انت مش مهم تحفظها، المهم تعرف ازاي تكتبها. هكتب هنا مين؟ اوكسيميتو انتيريور. طب وهكتب هنا مين؟ ليه؟ ليه كتبت هنا اوكسيميتو انتيريور؟ لان اوكسيميتو انتيريور ده بتاع الفلكشن. انما لو كتبت تحت فيس، الفيس ده بتاع مين؟ اكسبانشن. يلا يا جماعه فكروني، احنا بنراجع احنا مش بنشرح. اوكي، اوكسيميتو انتيريور حاجه من اثنين، يا اما تبقى فولي يا اما تبقى رمش. فولي ايه ونط ايه؟ فولي فلكسن ونط فولي فلكسن. الفيس حاجه من اثنين، يا اما يبقى فولي يا اما يبقى مين؟ نط. فولي ايه ونط ايه؟ فولي اكستاند ونط فولي اكستاند. طيب ايه عندي القريب بتاع الاوكسيميتو انتيريور؟ طيب ايه عندي القريب بتاع الفيس؟ يبقى تحت الاوكسيميتو انتيريور اكتب اوكسيميتو انتيريور، وتحت الفيس اكتب برا. وبالمنظر ده عايز كم سطر؟ سطر في الثاني في الثالث دول كده لوحدهم، وسطر في الثاني في الثالث دول كده عندي مين؟ لوحدهم. اوكي؟ طيب يلا ما تحفظش حاجه، اتعلم بس الاسلوب ازاي بنكتب. ودايما عندي اول سطر عباره عن، والله حد يحل لي اللغز ده، كان صف حاجه بريكمان. كان صف حاجه بريكمان، لا انا دايما بقول اول سطر كل فتره صف حاجه بريكمان. انا قسمتهم لفقرتين. ودايما بقول لك ما دام صف حاجه بريجماتيك 9.5 سنتيمتر، ما توجعش دماغك. ما دام صف حاجه بريجماتيك 9.5 سنتيمتر. شباب لو انا اوكسيميتو انتيريور الدينومينيتور بون اسمها ايه؟ اوكسفورد. شباب لو انا فيس الدينومينيتور بون اسمها ايه؟ مانتو. تمام، يبقى اول سطر اسمه صف اوكسيميتو بريجماتيك، واول سطر في الفقره الثانيه اسمه صف مانتو بريجماتيك. طب ايه الليله؟ ايه الليله؟ الليله كلها كلمه. الليله كلها في ان الحركه اللي بعديها الحركه رقم 2 في كل فقره عندي بتنزل صف زي ما هي، بتنزل اكستريمتو زي ما هي، بتنزل صف زي ما هي، بتنزل مانتو زي ما هي، بس البريجما هي اللي بتتغير، البريجما هي اللي بتتغير، وهي دي المشكله اللي عندي. مره بتتغير يا دكتور عندي البريجما هي مين؟ انتيريور فرونتال. مره عندي بتتغير لو تنيت، لو عملت كده ممكن توصل للبربس. مرة عندي لو عملت كده توصل لمين؟ توصل عندي للفرونتال بون. فعندي كلمتين، ادي البريجما، قصادها اسمها فرونتال بون، وراها اسمها فيرتكس. الجدع اللي يقول لي الفراغ الاولاني ده في ايه والفراغ الثاني في ايه؟ هي دي، هي دي بس، ايه اللي عايز تحبسه؟ فرونتال ولا فيرتيكال؟ اروح فاكر ان اف فرونتال اف فلكشن. ليه يا دكتور؟ هنا هو في الاولانيه تعمل فرونتال علشان انت بتتكلم على فلكشن. بقسمه ايه لحضرتك؟ بقسمها سب اوكسيميتو فرونتال. اوتوماتيك في الفيس بقسمها سب مانتو فيرتيكال. كده حفظ كده يا دكتور؟ طبعا ماليه فهم، بس مهما تفهمها هي مجرد ايه؟ كلام على ورق، انت في الاخر عايز الراجل يقول لك حاجه ترد عليه. الراجل عايز يقول لك الاوكسيميتو انتيريور اللي قعدت اشرحه ده الدايمتر في انجيجمنت اسمه ايه؟ تقول له سب اوكسيميتو بريجماتيك. يقول لك كام سنتيمتر؟ تقول له 9.5. يقول لك طب والهب بعد الكراوننج بتسمح لها شويه بالريتشن مانوفر، تعمل ايه يا حسام؟ تعمل شويه اكستنشن. طب ما تبقى اكستندد شويه الدايمتر ما بيبقاش نوت فولي فلكسد، هيوسع شويه يبقى اسمه سب اوكسيميتو ايه؟ فرونت. يجي يقول لك في الفيس اما الست بتبقى فولي اكستندد الدايمتر اسمه ايه؟ اقول له ده اول سطر في الفقره حضرتك، سب حاجه بريجماتيك وانا فيس يبقى سب مانتو. يقول لك خلاص الفيس نزل، الفيس بعد الفول اكستنشن نزل، سن هيفك الاكستنشن بتاعه يبقى نط، هيتحول من ايه؟ قول هيتحول من سب مانتو بريجماتيك لسب مانتو فيرتيكال. يجي يقول لك امال الاوكسيميتو بستيريور ايه؟ قول له ده انا بشطب كلمه سب. يجي يقول لك امال براو ايه؟ قول له انا بشطب عندي كلمه سب. فبقى الاوكسيميتو بستيريور اوكسيميتو فرونتال، وبقى عندي البراو مانتو فيرتيكال. طب والكلام ده ما يجيش؟ ما يجيش الا بالمنظر ده، ان شاء الله لو وقفت على شعر راسك، ما يجيش الا بالمنظر ده. وايه حكايه هذا المنظر عندي؟ حكايه عندي ان البيبي اما بيبقى حضرتك فولي فلاكسد، بيبقى حضرتك اما تيجي تفحص عندي هذا البيبي صباعينك محطوطين هنا. صباع فين؟ في السب اوكسيبيتال ريجن، والصباع الثاني فين؟ في البريجما. طب يا دكتور انا كده فولي فلاكسد، سب اوكسيبيتو بريجماتيك. كام سنتيمتر؟ 9.5.
طب ايه اللي مطلوب؟ مطلوب انك تعمل عقد بتولد. طب ما بتولد بتعمل ايه؟ اكستنشن. طيب اعمل كده اكستنشن، انا مثبت عند المفصله اللي اسمها سب اوكسيبيتال ريجن. مين اللي هيتحرك من قدام؟ البريجما اللي موجود عندي. هيتحرك عندي بالبريجما، شايف صباعي ده هو الوسطاني راح لفين؟ راح للفرونتال بون. راح للفرونتال بون. ايه التخيلات دي يا دكتور؟ لا لا، انت ما انت خايف علشان بتتخيل، انا ما طلبتش بالتخيل خالص. يبقى البيبي لما بيتولد بيبقى سب اوكسيبيتال بريجماتيك 9.5. ينفع الراس والكتف ينزلوا مع بعض؟ رسم الراس هي اللي بتطلع لوحدها اكستنشن. شايف انا لو حاطط صباعين كده، صباع السب اوكسيبيتال ريجن وصباع هنا على البريجما، لما انت يحصل لك اكستنشن المفصله دي ثابته. امال مين اللي بيفتح الراس بالمنظر ده؟ شايف صباعي ده هو الوسطاني كان هنا على البريجما، اما يفتح راح لمين؟ راح للفرونتال بون. تمام. طب ادي عندي الفيس نفس الكلام. الفيس علشان يتولد لازم يبقى فولي ايه؟ اكستندد. يعني ايه يا دكتور فولي اكستندد؟ يعني لو حطيت صباعي هنا هيبقى استمد. دي اسمها ايه؟ سبمنتو. ودي اسمها ايه؟ بريجماتيك. انت بتبص على ايه؟ انت دماغك في الرسمه سبمنتو بريجماتيك. طب يا دكتور خلاص الراس عندي نزلت الفولي اكستندد، عايزين بقى نطلع. اه ما هي ما ينفعش تطلع كده، ما ينفعش تطلع مع الكتف، لازم الراس تطلع لوحدها. هتبقى فولي اكستندد ولا نوت؟ نوت. طب ازاي يا دكتور نوت؟ شايف صباعي ده على السبمنتال ريجن، طب وصباعي الوسطاني ده هو فين؟ على البريجما. اما الراس تقفل كده اهو، اما الراس تبقى نوت فولي اكستندد كده، الصباع ده هيرجع عندي من على البريجما وهيوصل لمين؟ هيوصل لمين؟ شايف دي اسمها ايه؟ انت لسه بتبص، دي ما اسمهاش فيرتكس، احنا على الرسمه يبقى اسمه سبمنتو ايه؟ فيرتيكال، يفتح عندي. يبقى انا مش محتاج ازيد تخيلات، مش محتاج، لان انا لو بخش بولد واحده ما بقدرش اضرب اخماس في ازاز بالمنظر ده. ولا انا لما ببقى في الامتحان بفضل اشرح للراجل على الخطوه والعروسه، ومرات في الامتحان الراجل بيقول لي ايه؟ الراجل يجي يقول لي الاوكسيبيتو انتيريور اللي يبني الفولي فلاكس قد ايه؟ اقول له اه ده اول سطر في الفصل الاول من المسرحيه، سب اوكسيبيتو بريجماتيك، واي حاجه سب حاجه بريجماتيك يبقى كام؟ 9.5. طب يا ابني لو نوت فولي فلاكس سب اوكسيبيتو فرونتال ولا فيرتيكال يا ولد؟ اف فرونتال اف فلكشن، وبقى كام؟ 10 سنتيمتر. طب يا ولد لو اوكسيبيتو فرونتال يبقى اخباره ايه؟ قصدي لو اوكسيبيتو بستيريور يبقى اخباره ايه؟ اه اوكسيبيتو بستيريور بنشيل السب، يبقى اسمه اوكسيبيتو فرونتال. كام سنتيمتر؟ 11.5 سنتيمتر. يجي يسالك ورق الفيس الفول اكستندد الانجيشن دايمتر كام؟ استنى لما افتكر في العروسه، ادي الحوض، ادي الهب، ادي الفاع. صب حاجه صب ايه؟ مانتو بريجماتيك. واي حاجه صب حاجه بريجماتيك كام؟ 9.5. ده بنشوف الفيس كتير ولا مره كل سنه؟ عشان كده التوسعات بتاعته بالواسع قوي. 9.5 سنتيمتر كنت صب مانتو بريجماتيك، انما الصب مانتو فيرتيكال هيبقى 11.5. انما البراو يا دكتور اللي هو اسمه مانتو فيرتيكال هيبقى 13.5. شايف هنا بمشي بالقد ايه؟ بمشي عندي بال 2 سنتيمتر. انما فوق كنت بمشي ازاي؟ كنت بمشي حاجات بسيطه، 9.5 بقى 10 بقى 11.5. يبقى كده ضربت لك كام طول عندي في الراس؟ ضربت لك 6 لونجيتيودنال دايمترز. يا دكتور لو عيانه اوكسيبيتو انتيريور تقدر تقول لي دلوقتي استنى. لو اوكسيبيتو انتيريور نازله من الحوض تقدر تقول لي طول والعرض اسميهم ايه؟ شوف انت فاهم ولا مش فاهم؟ لو بيبي اوكسيبيتو انتيريور نازل من الحوض طوله اسمه ايه؟ عرضه اسمه ايه؟ طوله اسمه هو لازم يبقى فولي ايه؟ فلاكس. يبقى صاب حاجه بريجماتيك، صاب ايه؟ صاب اوكسيبيتو بريجماتيك. وعرضه اسمه ايه؟ اسمه عندي باي بارايتال ولا اسيكليتيك؟ اسمه سوبرا بارايتال سب بارايتال. كام سنتيمتر؟ 9 سنتيمتر. شفت بقى كده ان الطول والعرض بقى عاملين ازاي؟ والكلام ده يا دكتور يخش فين؟ يخش عندي في الحوض. يخش عندي في الحوض. طب احنا اتفقنا مع بعض ان الحوض عندي له كام حاجه؟ ثلاثة. انلت، كافيتي، اوتلت. يا نهار اسود يا دكتور، ده الدنيا بقت ضلمه خالص. طيب حفظنا عندي بالعرض 9.5 8.5 7.5. هنحفظ ايه الحوض؟ حد فاكر ارقام السيرف؟ 11 12 15. عايز ايه اكتر من كده؟ عايز ايه اكتر من الكلام ده قاعد يتشرح لمده شهرين واللي هو كمان موجود عندك في الورقه عندي؟ 11
12 13 بمنتهى البساطة. ادي عندي الانولت، ادي عندي الكافيتي، ادي عندي الاورتلت. كل اللي مطلوب بس انك تعرف ايه هذه الارقام عندي مخطوطة ازاي. كل رقم من هذه الارقام له ايه؟ الانولت له انتروبستيريال دايمتر، له اوبليك دايمتر، له عندي ترانسفيرس دايمتر. طب انت لو بمنتهى البساطة كتبت كده 11 12 13 انا فهمت حاجه. عارف ايه اللي فهمته؟ فهمت عندي ان الكافيتي كل الدايمترز بتاعتها كام سنتي؟ 12. عشان التصغير اللي كانت دي اللي احنا بنلف بيها يعني ما فيهاش اي نتوج، يعني ما فيهاش اي اختلاف. امال النتوءات فين؟ في الانلت والاوتلت. طب انا عايز اسالك حاجه، الانلت عندي العرض بتاعه اكتر ولا الطول اكتر؟ العرض بتاعه اكتر. تمام، يبقى لازم نكتب ايه؟ ادي الترانسفيرس وادي الانتروبستيريال. يعني ايه يا دكتور العرض اكتر؟ يعني 13 سنتيمتر. يعني ايه يا دكتور الطول اقل؟ يعني 11. طب الاوتلت؟ الاوتلت العكس يا دكتور. الاوتلت مين اطول؟ الانتروبستيريال طويل بالطول، يبقى ده 13، يبقى الترانسفيرس كام؟ 11. يبقى هي ما تعكش نفسك كتير في كلام كتير، قول له كده، قول له ما دام الانلت عريض اكتر يبقى العرض ده يعني 13، قول له ما دام الاوتلت طويل اكتر قول له يبقى الطول ده 13، وقصاد كل واحد تحط الرقم بتاعه، حطيت هنا 13 تحط هنا 11، حطيت هنا 13 تحط الناحيه الثانيه مين؟ 11. يجي يقول لك بقى في الامتحان ايه؟ ارسم. ده سؤال مشهور قوي أيوة عندنا، او يجيب لك ورقه مرسومه ويقول لك ايه الدايمتر ده؟ ايه الدايمتر ده يا شباب؟ ده انلت ولا كافيتي ولا اوتلت؟ انلت. كويس قوي. ده الدايمتر اللي عمله دكتور محمد ولا دكتور عباس؟ بتاع مين؟ بتاع الاناتومي. الراجل مش فاهم خالص ان راس البيبي اما بتبقى محطوطه هنا ما بتحكش عندي حضرتك في الابر سيرفيس بتاع السيمسس بيوبس، امال بتحك فين؟ في البوستيريور سيرفيس. الراجل مجرد اشتغل على جثه وقال لك الانتروبستيريور دايمتر عندي بتاع الانلت الاناتوميكال الاناتومي بتاعي اسمه 11 سنتيمتر. اللي هو ايه حضرتك؟ اللي هو اسمه ذا ترو كونجيوجيت. خد بالك بقى في الامس كيو بقى. خد بالك في الامس كيو انت ما بيقولكش بين قوسين ترو كونجيوجيت، لا هو بيخش لك خط لزق. The diameter of the true conjugate is كذا كذا. انت لازم تبقى عارف ان الترو كونجيوجيت ده هو مين؟ الاناتوميكال انتروبستيريو اللي هو كام؟ 11. ولازم تروح يوم الخميس الجاي او الجمعه الصبح للدكتور عباس وتفهمه، تقول له يا ابني يا بابا قصدي الراس عندي بتحتك بالبوستيريور سيرفس بتاع السنس كيوز، عشان كده هو ده الدايمتر اللي يهمني. يبقى اسمه اناتوميكال ولا اسمه اوبستاتريك؟ اوبستاتريك دايمتر. طب والاوبستاتريك دايمتر ده زي الاناتوميكال ولا اقل؟ اقل منه نص سنتي. شايف؟ اتاكل منه نص سنتي. بقى كام سنتيمتر؟ بقى 10.5 سنتيمتر. مين الجدع اللي هيقول لي ليه توز في الاناتوميكال دايمتر بتاع عباس ال 11 سنتي وتوز في الدايمتر بتاع محمد اللي هو 10.5 سنتيمتر؟ لان سيمبلي لو انت ماسك خد واحده ست بتولد لا هتقدر تقيس ده هو بتاع دكتور عباس ولا تقدر تقيس الاوبستاتريك اللي واصل للباك، امال هتقدر تقيس مين؟ اللي بالفحص. اللي انت تحط صباعينك على الانفيريور بوردر اوف سيمسس بيوتس وتوصل بيه للبرومونتري بتاع السكرم، ساعتها الدايمتر ده اسمه ايه؟ دايجونال. دايجونال اللي انا كنت بقول لك هنا كام سنتيمتر؟ 12.5. يبقى لا ده هيتقاس ولا ده هيتقاس يا عباس، امال مين اللي هيتقاس عندي؟ اللي هيتقاس بايدي بالمنظر. وتعمل لي دايجونال دايمتر جديد بالورب. اسمه ايه اللي بالورب ده؟ دايجونال. يجي يقول لك ايه اهميته في الامتحان؟ قول له اهميته ان انا لو طرحت منه سنتي ونص اجيب ايه؟ ترو كونجيوجيت. يبقى انا عمال الف وادور عايز اجيب الترو كونجيوجيت. ايه اهميه الدايجونال دايمتر؟ ان انت لو طرحت منه سنتي ونص هتجيب الاناتوميكال ترو كونجيوجيت اللي هو 11 سنتيمتر عندي. طب ده عندي فين؟ ده عندي الانتروبستيريور دايمتر بتاعت الانلت. وفعلا الاناتوميكال 11 زي ما مكتوب عندك هنا اهو في الرسمه 11. اكتب بين قوسين 10.5. عارف 10.5 دي بالنسبه لك معناها ايه؟ اي حاجه بين قوسين معناها ان ده بقى انهي دايمتر؟ الاوبستاتيك.
يبقى 11 سنتيمتر اكتب بين قوسين 10 ونص. طبعا يا لميان انت شاطره وعارفه بعمل الكلام ده ليه؟ لان شكلها ايه؟ هنكرر نفس الكلام تحت، هنكرر نفس الكلام تحت. يبقى دايما بين قوسين معناه الاوبستاتريك وبقى 10 ونص، اتاكل مني نص سنتيمتر. طب يا دكتور الترانسفيرس دايمتر كام؟ يا ولا مكتوب عندي، انا محتاج احفظه لك، كام سنتي؟ 13. بس المشكله انه حصل ايه؟ المشكله عندي انه حصل خناقه. طب الخناقه دي قالت لي ايه؟ قالت لي اساسا ايه تعريف الترانسفيرس دايمتر؟ هو الدايمتر عندي between the widest point the farthest point. شايف الرسمه دي اللي انا رسمتها للشباب دي؟ ملاحظين حاجه فيها؟ ملاحظين عندي ان ال farthest point اللي موجوده عندي قدام ولا ورا؟ ورا. يبقى لو عندي كرومونتري اوف ذا سيكرم بالمنظر ده وجيت شفت عندي فين ال farthest point؟ هلاقيها ورا ناحيه مين؟ كرومونتري اوف سيكرم. هي دي 13 سنتيمتر. لكن هاجي اقول لدكتور عباس، عباس ما اشتغلش على جسم، احنا مش تشريح، امال بشتغل على مين؟ على راس بيبي. راس بيبي بايه؟ بتتولد. شايف راس البيبي اللي اتولد؟ ما يهمنيش عندي الدايمتر الترانسفيرس ده، يهمني وسطها. وسط هذه الراس قطع الخط فين؟ هتلاقيه قطع عند مساحه 12 سنتيمتر. يبقى الترانسفيرس دايمتر هو كمان خناقه. بتوع الاناتومي يقولوا لنا 13. اقول له لا طز فيك. لان حضرتك اناتومي ده معناه ايه؟ between the widest point. انما انا عايز مين؟ the actual diameter which is used by the fetal head. يعني ايه used by the fetal head؟ يقطع منتصف الراس. واكتشفنا ان هو كام سنتيمتر؟ 12. واكتشفنا عندي ان الاوبستاتريك diameter ورا الاناتوميكال ولا قصاده؟ حد يقدر يقول. اوبستاتريك diameter ورا الاناتوميكال ولا قصاده؟ قصاده، امامه. جدع اللي يقول امتى الكوبستاتريك والاناتوميكال دايمتر يتطابقوا؟ لو هذا الخوط شكله ايه تماما؟ بيضاوي تماما. اللي اسمه ايه في الستات؟ جاينكويت. جاينكويت. كل ما يبقى بيضاوي تماما جاينكويت كل ما ده هيبقى ايه؟ خط واحد. طب يا دكتور امال ايه عندي اللي انت كاتبهم في الروست؟ كاتب كلمه اوبليك. لا انا عندي اثنين اوبليك ده، خد بالك انا هبتدي منين؟ خد بالك انا هبتدي منين؟ اما اجي ارسم عندي اوبليك دايمتر عندي في عندي مشكله. ايه هي مشكله؟ ان هما اثنين دايمترز رايت ولفت. اما انا ببتدي ارسم ببتدي منين؟ من الجوينت ولا من السيمسس بيوبس؟ من الجوينت، من الجوينت. يعني ايه يا دكتور؟ تعال عندي نتخيل ان ده الحته دي اليمين. فين الرايت اوبليك دايمتر ده؟ يبقى يعني ايه يا دكتور رايت اوبليك دايمتر؟ لو الحته دي اليمين الرايت اوبليك دايمتر هو اللي جاي عندي من السكرو ايليك جوينت وهو اللي رايح ليه الايليك اوبتينال ايمنس على الناحيه الثانيه. يبقى انت لو ما عرفتش ان انا ببتدي من الجوينت هتروح عكسها. هتخلي الخط ده الناحيه الثانيه، طب لو عكستها الدنيا كلها اتلخبطت. يبقى عندي الاوبليك دايمتر، عندي اثنين اوبليك دايمتر، واحد يمين وواحد شمال، بس دايما ببتدي اقسم منين؟ ببتدي اقسم من عندي من الجوينت. قلت لك ترسم لي الرايت اوبليك دايمتر، يبقى هبتدي دايما من الرايت سابروليك جوينت. طب هذا الرايت اوبليك دايمتر كام سنتيمتر؟ يا ابني اي حاجه في الوسط هي 12. 12 او 12 ونص، اي حاجه في الوسط. اي حاجه في الوسط. هي دي كلمة السر، أي حاجة في الوسط 12 أو 12 ونص. طيب الرايت اوبليك دايمتر ده 12 ولا 12 ونص؟ 12 ونص سنتيمتر. أمال اللفت اوبليك دايمتر هيترسم من أنهي جوينت؟ الشمال. طب 12 ونص ولا 12؟ جدع بقى اللي يفتكر ليه الخط الأحمر اللي أنا رسمه ده قل نص سنتي. سيجمويد اللي هو الرجل. أيوه قل ربع سنتي بسبب استخدامنا للرجل اليمين. ضبطت كده على الاستبلر وقال ان الناحيه دي ربع سنتي بسبب السيجمويد كون. يبقى اللفت اوبليك دايمتر يا دكتور اللي مرسوم عندي بالاحمر لفت اوبليك دايمتر ده 12 سنتيمتر. ليه قل نص؟ قل من الاتجاه ده بسبب استخدام الرجل اليمين كتير اكتر، وقل من الاتجاه ده بسبب السيجمويد كون اللي منتفخ اكتر. فبقى ايه الاوبليك دايمتر اللي اكتر؟ الرايت ولا اللفت؟ طب ودي فرقت معانا في ايه؟ فرقت معانا حضرتك الرايت اوبليك دايمتر الاسود هو الاكثر ب 12 ونص، انما عندي انما الاوكس بتبقى انتيريور، يفضل يبقى لفت ولا رايت؟ هتسالني نفس السؤال ده؟
انا ليه عمال بتكلم على left occipital anterior؟ علشان ماشي مع مين؟ مع right occipital anterior. يبقى left occipital anterior اكتر من right occipital anterior لانك ماشي مع الoblique dilator الاطول، وهو مين؟ وهو right oblique dilator. طيب يبقى تعالى كده خدهم زي الساعة، شايف؟ left occipital anterior اكتر من مين؟ right occipital anterior. طب لو انا occipital posterior مين هيبقى اكتر من مين؟ رايت اوكسيبيتال ستيريور هيبقى اكتر منين؟ من اللفت اوكسيبيتال ستيريور. يبقى حكايه الدايمترز دي خلت ايه؟ خلت البوزيشنز عندي اعرف مين اكتر من مين. اي حاجه ماشيه مع الاتجاه اليمين هي الاكتر، لان اليمين كم سنتي؟ 12.5. لو انت حضرتك قدام يا ريت تبقى قدام وايه؟ شمال. لو انت ورا يا ريت تبقى ورا وايه؟ ويمين. يبقى اي حاجه خط ماشيه مع مين؟ مع الخط الاسود ده. لو انت قدام قدامه شمال اسمها لفت اوكسيبيتال انتيريور. لو انت ورا تبقى ورا ويمين اسمها مين؟ رايت اوكسيبيتال انتيريور. يبقى فعلا لام سكيو لا تقول لي الكلام ده ما بتذاكرش، طب لا كان اسود لرجال شفه وقاسيه وكل الكلام ده ام سكيو. لفت اوكسيبيتال انتيريور از مور كومن ذان رايت اوكسيبيتال انتيريور، صح. رايت اوكسيبيتال انتيريور از مور كومن ذان لفت اوكسيبيتال انتيريور، صح. رايت اوبليك دايمتر 12.5، طب واللفت اوبليك دايمتر كام؟ 12 سنتيمتر، صح. يبقى الدايمترز ده الاوبليك هي اللي حددت لي عندي اللعبه بتاعت اوكسيبيتو انتيريور من بوستيريور مين يمين ومين شمال. طب يا دكتور يبقى انت كده الانلت بتاع الحوض بقى في عندي ثلاث مستويات. بقى في مستوى الانتروبستيريور وهو ثلاث حاجات. اناتوميكال 11 سنتيمتر. وبالستاتريك 10.5، دياجونال 12.5، ترانسفيرس بقى عندي حاجتين، اناتوميكال 13 سنتيمتر، وبالستاتريك بقى 12 سنتيمتر، ماشي عندي فين؟ في النص، وبليك دامتر بقى حاجتين، رايت 12.5، ولفت بقى 12 سنتيمتر، طب والكافيتي ما فيهاش دايامترز خالص، كلها كام؟ 12 او 12.5، لان ما فيهاش مين؟ نتوءات. انما النتوء موجود في مين؟ في الاوتلت. الاوتلت اخر ايه حاجه يلا يا جماعه عشان نتوكل على الله. الاوتلت عباره عن كام اوتلت؟ عباره عن 2 اوتلت. اللي عايز يمشي يمشي من الشرق ما فيها حاجه خالص. الاوتلت عندي عباره عن حاجتين. الاوتلت اللي البيبي شايفه اسمه اوبستاتريك. الاوتلت اللي انت شايفه اسمه اناتوميكال. يعني ايه اللي انت شايفه؟ الست اما قاعده عندي بتولد، الست قاعده بتولد بتولد في بوزيشن اسمه ايه؟ لايكتوكوم بوزيشن. ادي سيمسس تيوبس راجع ورا على حاجه اسمها اسكاب تيوبروستي، وهنا في حاجه اسمها تيب اوف ذا كوكسس. ده اللي انت شايفه، ده اللي اسمه الاناتوميكال اوتلت. اللي انت شايفه ده شايف عندي القمة بتاعت السكرم ولا القمة بتاعت الكوكسس؟ القمة بتاعت الكوكسس، وده اللي هنقوله بعد البريك مع الاوكسيبيتال بوستيريور. الاوكسيبيتال بوستيريور سهل يا جماعة، هنراجعه بكرة في 10 ثواني، تتوكل على الله، طبعا مش هراجع ولا حاجة عشان ما عندناش وقت. يعني مان؟ يلا يا جماعة بريك لمدة 10 دقايق علشان ننهي الدرس. بسم الله. شوف تحت الفار. ايه يا دكتور؟ ايه الكوكسس؟ ايه يا دكتور؟ تيب اوف كوكسس. كليات غريبة. اللي انا شايفه هي كمان دايركت من طب علشان نخلص بقى 11 في 11. يبقى الاناتوميكال اوتلت عندي كام سنتيمتر؟ 11 في 11. وتخلص منه. امال يا دكتور الاوبستاتريك اوتلت هي ايه؟ الاوبستاتريك اوتلت امال ايه الاوبستاتريك اوتلت؟ هي اللي البيبي شايفها، يعني لو البيبي بيتولد هي اللي شايفها. طب حد يقدر يقول ايه الفرق بين اللي انت شايفه وايه الفرق بين اللي البيبي شايفه؟ فرق حاجه واحده بس، البيبي عندي وهو بيتولد اللي هو شايفه حضرتك هو التيب اوف سيكرا. التيب اوف سيكرا. لكن انت وانت بتولد الست اللي انت شايفه حضرتك هو التيب اوف كوكسس. علشان كده الاوتلت مش وان بلان، امال الاوتلت ايه؟ سيجمنت.
طب ويا دي السيجمنت يا دكتور محمد يحدها ايه؟ يحدها عندي من فوق الكوبستاتيك اوتلت اللي بيشوف البيبي ومن تحت الاناتوميكال اوتلت اللي انت بتشوفه. طب اللي انت بتشوفه ده كام في كام؟ 11 في 11. طيب ايه اللي انت شايفه على الجناب؟ اللي شايفه عندي قدام اللور بوردر سيرفيس بيوبس، ورا اللور بوردر كوكسس. طب وعلى الجناب؟ العظمايه اللي اسمها اسكابيولوس. عشان كده تلاقي في الورقه اللي معاك رسمها لك زي ما تكون كلكوعه، والكلكوعه دي هي مين؟ الكلكوعه دي هي الاسكابيولوس. تمام. امال عندي لو جيت شفت الروبستاتيك اوتلت؟ لا يا دكتور، ده واصل للتيب اوف سيكرم. طب وايه العظمايه اللي عندي اللي على الجناب؟ ايسكال سباين. عشان كده على الرسمه اللي عندك تلاقيني راسم عندي على الاوبستاتيك اوتلت راسم لك عندي السهم. سهم كده معبر على مين؟ على الايسكال سباين. يبقى في عندي قدام التوصل لنفس النقطه اللي هي مين؟ الانفيريور بوردر اوف سيمسس بيوبس. ورا مساحه اسمها الكوكسس. الاوبستاتيك اوتلت فوقها، الاناتوميكال اوتلت تحتها. طب وعلى الجناب؟ اللي موجود تحت هي الايسكال تيبروستي، واللي موجود فوق على الكوبستاتريك دايمتر هو الايسكال سباين. طب مالهم الايسكال سباين بارزين؟ عارف هم بارزين عملوا ايه؟ خلوا عندي المشوار اللي بالعرض ده بدل ما انا لسه محفظك 11 في 11 بدل الايسكال سباين بارزين، خلوا الترانسفيرس دايمتر 10.5. يبقى الكوبستاتريك اوتلت الترانسفيرس دايمتر بتاعها 10.5. ليه يا دكتور محمد؟ علشان الايسكال سباين. يا دي الارقام؟ لا يا ابني، ده انت على الرسمه الاساسيه اللي جيت فوق على الانتروبستيريور دايمتر بتاع الانلت قلت ان 11 ده بتاع بيس اناتوميكال و10.5 هو الانتروبستاتريك، برضه هتيجي عندي على الترانسفيرس وتقول 11 ده الاناتوميكال اللي انت شايفه بره. امال البيبي اللي شايفه الاسم الانتروبستاتريك ايه؟ 10.5 علشان يبقى فيه سيمتريك. يبقى زي ما فوق في الانتروبستيريور دايمتر الاوبستاتريك اسمه 10.5، تحت برضه الترانسفيرس دايمتر 11، ده انت اللي شايفه اناتوميكال. امال الاوبستاتريك اللي بيبي بيشوفه اللي من فوق كام؟ يبقى 10.5. ماشي يا دكتور؟ يعني الترانسفيرس دايمتر 11 اناتوميكال او 10.5 اوبستاتريك. امال ليه يا سجدع انت كاتب الانتروبستيريور دايمتر 13 سنتيمتر؟ اقول لك ليه؟ لان فعلا عندي الكوبستاتريك دايمتر ده هو الكوبستاتريك اوتلت من الانفيريور بوردر سيمسس لغايه ايه اوف سيكرم 13 سنتي. 13 سنتي كاملين. يبقى عندي الاوتلت ده عباره عن ايه؟ عن سيجمنت. تحت اسمه اناتوميكال، كم في كام؟ 11 في 11. فوق اسمه ايه؟ كوبستاتريك. جدع اللي يقول لي بعد اللخبطه دي كلها كم في كام؟ 13 في 10.5. 13 في 10.5. طب دكتور انا من مصلحته هو البيبي نازل بالطول، الطول عندي يعدي من 13 ولا من 11؟ لا يعدي من 13 طبعا الاوبستاتريك. يا دكتور معقول الدنيا تبقى واسعه 13 وبعدين تجيك تبقى 11؟ لا، ما مين بيتحرك؟ مين بيتحرك لورا؟ كوكسس. يبقى مين بيتحرك لورا يا دكتور ويوسع لي الدنيا تماما؟ الكوكسس. يبقى فعلا الانتروبستيريور دايمتر اللي انا بستخدمه 13، وال11 ده هو ما بستخدموش خالص. ليه يا دكتور؟ لان الكوكسكس وقت الولاده بيفتح بيرجع لورا وبيختفي الدايمتر اللي تحت ده خالص. يبقى الاناتوميكال دايمتر عندي 11 سنتيمتر في 11 سنتيمتر، والاوبستاتريك دايمتر عندي 10.5 في 13 سنتي. موجوده فين 10.5؟ هتلاقي في الرسمه بدل 11 اكتب بين قوسين 10.5. طب موجود فين 13؟ موجود عندي على الرسمه. طب وايه المشكله؟ ان المشكله ان هو في الامتحان الكلام ده انا قلت لك قبل كده في حاجه بتضحكها يوم الامتحان الصبح، ايه هي؟ الستيج شيت. والحاجه الثانيه اللي بتراجعها يوم الامتحان الصبح هي مين؟ الدايمترز. بلاش حل، بلاش حل. الاقي كده انا بحب اتمشى الصبح كده يوم اللجنه بتاعتكم، الاقي الشباب ماشيه كده في الجناين وابتدت ايه تكلم نفسها. واحد عمال يقول 9.5 8.5 7.5 والتاني عمال يقول الانتروبستيريور دايمتر بتاع الانلت كان 11 بقى 10.5 بقى 12.5 واللجنه والامتحان ابتدى وخلص الساعه 12 ونص. قال لي كده. طب امال الترانسفيرس؟ انا اسالك بقى اسئله. سؤال واحد بس، دي مجموعه بس هختار في الوسط.
يلا يا نرفانا قولين لما احنا عجبني اسمها قوي جت في المسلسل طب مسطوره قولين الترانسفيرس وبستاتريك دايمتر بتاع الانلت كام؟ هو الترانسفيرس دايمتر بتاع الانلت 13 قال انا دورك يا عمر وبستاتريك كام؟ 12 طيب اسالك سؤال تاني الدياجونال دايمتر بتاع الانلت كام؟ 12 ونص لا دي سهله اسالك سؤال ثالث واخير الترانسفيرس دايمتر بتاع الاوبستاتريك اوتلوت ولا الاوتلوت اوبستاتريك انا تمام الاوبستاتريك شايفه الميل انا تمام انا اللي شايفه الاوبستاتريك ده كام؟ 10 ونص امال انا تمام بتاعه كام؟ 11 طب اللونجيتيودنال دايمتر بتاع الاناتوميكال اوتلوت دكتور الاناتوميكال اوتلوت كلها كام في كام ونص؟ كلها 11 في 11 سنتيمتر طب انا لو قلت لك دلوقتي انا هقلب على نفس الاوكسيديتي اكستيريور جدع اللي يقول لي الدايمترز اللي انا عايز استخدمها ايه؟ عايز طول وعايز عرض تقريبا كنت بشرح في العرض 9 ونص 8 ونص 7 ونص قلت لك ما عنديش غير مين عايز احط الاوكسيديتي اكستيريور 8 ونص اللي اسمه ايه؟ البايتامتر ادي اللي بالعرض طب يا دكتور اللي بالطول لا استناني بقى كان بروكسيميتو انتيريور يا طولي يا نط وبعدين بروكسيميتو انتيريور دي كانت بدايتها صب حاجه برجماتيك صب بروكسيميتو برجماتيك بقى صب بروكسيميتو فرونتال يبقى بروكسيميتو انتيريور اسمه ايه؟ بروكسيميتو فرونت كان 9 ونص 10 سنتيمتر ب 11 ونص يبقى بروكسيميتو انتيريور كام سنتيمتر؟ 11 ونص تيجي تقول لي بروكسيميتو انتيريور 11 ونص ده قصير ولا طويل؟ عشان كده ولاده سهله ولا صعبه؟ ولاده صعبه وتلاقي اي ولاده صعبه تتحط تحت عنوان يمال بوزيشن يمال بريزنتيشن يبقى يعني ايه المال بوزيشن والمال بريزنتيشن كلهم ليهم صفه واحده ايه هي الصفه دي لونج دايامترز طب انا عرفت ازاي هتبقى الاوكسيديتي اكستيريور عشان نمشي بقى طب يا دكتور اللونج دايامتر ده بتاع الاوكسيديتي اكستيريور عرفته ازاي عرفته بالرسمه دي اوكسيديتي انتيريور بالفولي سب اوكسيديتي برجماتيك النط سب اوكسيديتو فرانتال شيل السب يبقى اسمه اوكسيديتو فرانتال 11 ونص سنتيمتر 9 ونص 10 11 ونص طب ما دام هو لونجيتيودنال دايمتر يبقى ايه؟ يبقى نط ول ابلايد على الخوط والمشاكل كلها جايه من النقطه دي يبقى كل المال بوزيشن والمال بريزنتيشن ليهم صفه واحده ان الدايمترز طويله فما دام الدايمترز طويله هيبقوا نط ول ابلايد عندي على الخوط وما دام نوت وايت ابلايد على الخوط لا تتوقع ان الولاده تستمر بشكل كويس. اللي عايز اعرفه عايز اعرف سبع نقط في كل مال بوزيشن وبرزنتيشن من السبعه دول. عايز نمره واحد الديفينيشن، اثنين الانستنس، ثلاثه يا ترى ايه اللي خلى البيبي يجي بالوضع ده؟ اربعه ازاي تشخص عندي الكلام ده سواء في الحمل او سواء وقت الولاده؟ خمسه ازاي الستات دول لو اتسابوا يولدوا في بيتهم اللي اسمه فليفر؟ سته انت ناوي تعمل ايه؟ مانجمنت اوف فليفر؟ سبعه يا ترى ليه اتحط تحت عنوان مال عشان ده يعمل طويله؟ نوت ولا ابلاي على الفوت فليها كومبليكيشنز كتيره سواء ايه او ايه؟ ماترنال او فيتا. بسم الله الرحمن الرحيم السؤال اللي يجي نظر النهارده اسمه كده خط لازم ديسكاس اوكسيديتيف ستيريو لازم تحط فيه كام حاجه لازم احط فيه ثمان حاجات ديفينيشن انفلنس ايتيولوجي كلينيكال بريشر ميكانيزم مانجمنت كومبليكيشن طب نبتدي باول حاجه ديفينيشن ايه الديفينيشن بتاعي الديفينيشن بتاعي ان ده البيبي اللي نازل بالطول لكن الاكسس بتاعه متجه قدام ولا لورا متجه عند الورا يبقى ده اللونجيتيودنال بيبي اللي نازل عندي كيفاليك باي ذا فيرتكس لكن يا خساره يا دكتور محمد الاوكسبت مالها؟ الاوكسبت عندي اتجهت بوستيريورلي. طيب اما الاوكسبت عندي تتجه عندي بوستيريورلي عندي حاجه من اثنين ممكن تبقى رايت اوكسيديتو بوستيريور او لفت اوكسيديتو بوستيريور حاجه من اثنين يا رايت اوكسيديتو بوستيريور يا لفت قول لي مين الاكتر؟ رايت ليه الرايت اكتر؟ علشان في حاجه اسمها ايه دايمتر؟ رايت اوبليك دايمتر يبقى انا اللي رسمه بالازرق ده اسمه الرايت اوبليك دايمتر كام سنتيمتر يا دكتور؟ 12 ونص سنتيمتر
ما لا دكتور هو الواسع. طب التاني وحش ليه؟ التاكل من هنا هو بضغط الرجل اليمين اللي بنمشي عليها، التاكل من هنا هو بنتسموه الكولوم اللي بناكل فيه. بقى معنى كده ايه؟ معنى كده ان الاوكسيبت عندي لو ورا يستحسن تبقى ورا ويمين، وادي فعلا العينين اهي والمناخير اهي، وادي الاوكسيبت عندي هنا ورا. يبقى ساعتها الحاله دي اسمها ايه؟ رايت اوكسيبيتور ديسبيوتر. كام في الميه؟ 18%. امال اللفت اوكسيبيتور ديسبيوتر كام في الميه؟ 2%. حصلهم هما الاثنين كام؟ 20. وفعلا الاوكسيبيتور ديسبيوتر 20، امال الاوكسيبيتور انتيريور كام؟ 80%. برافو عليك دكتور. ايه اللي ارغم هذا البيت العميط ان هو يرجع بالاوكسجين بتاعته ورا، رغم ان ايه الاحسن له؟ ان كان يبقى قدام البطن تساعد ظهره قدام، والاكسجين الكبيره تيجي عندي في الوايت فورم تلبس قدام. اكيد حاجه اكبرته. عارف ايه الايتيولوجي وايه اللي اكبره؟ It is a matter of ايه؟ accommodation. ايه اللي خلى الواد راسه عندي تتجه لورا بالمنظر ده كده؟ اللي خلاها تتجه كده ان ظهر الام مقوس بالمنظر ده، ان الام فيها بلاسينتا موجوده بالمنظر ده، ان شكل الحوض هو عندي اللي اختل والفور تلبس بقى ضيق، فاضطر ان البيبي يرجع عندي لورا. يبقى ايه الايتيولوجي عندي بتاع الاوكسيبيتو بستيريور؟ يبقى حضرتك لما قال لي بص على الاوكسيبيتو بستيريور ما يهمنيش غير ان اعرف الرسمه اللي عليها الدايمترز، اعرف الرسمه كانت اللفت اوكسيبيتو بستيريور 2% وهو الدايمتر ده 12 سم اللي هو اللفت، ورسم لك الرسمه بتاعت الايتيولوجي. ايه الايتيولوجي يا دكتور؟ حاجه عندي من ثلاثه. ايه هم الثلاثه؟ البين عندي الاوكسيدنت بقى ورا، لان الظهر عندي بقى عندي ايه؟ في عندي كونفكستي. بقى في عندي ايه؟ بقى في عندي لمبر كايفوزز. بقى في اتاكتر. فالبيبي قال لك يا واد احسن لك تاخد انحناء ظهرك مع انحناء الاتب ده، اسمه ايه؟ لامبر كايفوز. يا واد ايه اللي اجبرك الاوكسيدا تبقى ورا؟ اصل البلاسينتا بقت قدام. البلاسينتا دي بقت قدام. فبقى احسن لي اروح واخدها في بطني علشان نساعد بعض، ماتر اوف اكوموديشن. يا واد ايه اللي خلاك تبقى اوكسيدا في الستيلر؟ اصل الحوض عندي شكله اختل. عارفين الحوض بحوض مين؟ بحوض راجل مش حوض ست. شايف حوض الرجاله الفور فيتنس بيبقى ايه؟ نارو. حوض الراجل مش مصمم للولاده، نارو. اصل الحق الحوض عندها اندرويد. طب وماله الاندرويد بلفس ده يا دكتور؟ الفور بلفس نارو. عارف ساعتها مين اللي بقى اوسع؟ الهايند بلفس ورا. طب يا دكتور الهايند بلفس ورا ما في عندي برومونتر اوكسيدرا ما هتزنقني ولا ما تصحى. وانا قلت لك ده دايركت اوكسيدرا ستير، قلت لك ده يا اما ايه يا اما ايه؟ يا اما رايت اوكسيدرا ستير يا اما لابس اوكسيدرا ستير. يا في الخرم اليمين ده يا في الخرم الشمال ده، مش هيجي خالص على مين؟ دايركت على البرومونتري ده. ماشي يا دكتور. يبقى الايتيولوجي بتاع السبيسيفيك هي الثلاث حاجات دول احفظها في اوتو ميموري بالرسمه دي. سبيسيفيك. وفي ايتيولوجي تاني يا دكتور؟ في ايتيولوجي جنرال، في اسباب عامه للمال برزنتيشن. مشاكل عندي في الباور، باور مش حلو. مشاكل عندي في الباسنجر، باسنجر كبير او صغير. مشاكل عندي في الباسج، في الحوض، حوض ضيق وحش. طب والمشاكل دي هتقولها فين الجنرال؟ في الترانسفيرس لاين. في البيبي عندي اللي جاي منين؟ بالعرض. ده احسن بيبي. عارف ليه هو جه بالعرض؟ ان كل المشاكل الجنرال موجوده فيه. مشاكل في الباور وفي الباسج وفي الباسج. انما دي المشاكل السبتيك بتاعتي. طب يا دكتور نعرف ان بنت خالتي ولدت عندي اوكسيدنت ستيرر وما كانش فيه سبب. يا ابني في الطب عندنا في الام سي كيو هتلاقي معظم الاجابات فاميليال. ايديوباثيك. كلام كده عام، وفعلا توصيل الستيريو اللي بيمسك فيه 10 ل 20% من الحالات ما بنعرفش عندي ان ده السبب. انت كده ماشي بشكل لوجيك. ماشي ايه؟ ديفينيشن از ذس ايتيولوجي. كلينيكال بيكتشر. يعني ايه كلينيكال بيكتشر يا دكتور؟ ازاي تشخص الاوكسيدنتو ستيريو اثناء الحمل واثناء الولاده؟ طب ما هي اثناء الحمل هي ايه اثناء الولاده؟ في حاجه بس بتزيد عليا، انك وقت الولاده تقدر تعمل ايه؟ بيبي. وقت الولاده تقدر تدخل ايه؟ تقدر تدخل صباعك. طب واثناء الحمل يا دكتور انت بتبص على ايه علشان تشخص الاوكسيدنتو ستيريو؟ بعمل حضرتك بالبيشن وبعمل حضرتك اوسكالتيشن. خد بالك ان الطب عندي ايه؟ انسبكشن، بالبيشن، اوسكالتيشن، بيركشن، لكن الحامل حاجتين بالبيشن واوسكالتيشن. طب وانت عمال بتبالبيت وبتوسكالتيت ما
بركز على مين؟ بركز على حاجه من اثنين. بركز عندي اشوف يا الايدين والرجلين اللمس يا اما الظهر. والقصه قصه ايه؟ قصه تخيل. لو البيبي ده الاوكسبت بتاعه انتيريور، ايه اللي انت هتحسه وتشوفه بايدك؟ الظهر. انما لو بستيريور ايه اللي هتحسه وتشوفه بايدك؟ اللمس عندي. فالقصه بقت كده، بتدور على اللمس، بتدور على الفيدباك. فهيا بنا نلعب. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه ببص بعيني، طبعا ده كلام هاتش عشان كده ما مش مركز معايا. انسبكشن، هتتفاجئ ان البيبي ده اوكسبت بستيريور، اوكسبت ورا، مين عمال يلعب يمين وشمال؟ اللمس، كلام سهل. هتتفاجئ عندي ان في هنا جروف اقدر اشوفه ما بين ايه وما بين ايه؟ ما بين الراس وما بين عندي الرقبه وما بين بقيه الجسم، دي هرتبه، دي هرتبه. مد ايدك احسن، اعمل عندي بالبيشن. طيب بتعمل بالبيشن، اول حاجه بشوفها فوق اسمها الفندل ليفل. حد يقدر يقول لي ليه العيال دول الفندل ليفل بتاعهم بيبقى عالي وبيبقى رانج انجيشن؟ عشان كل الماب بوزيشن ماب برزنتيشن لونج دايمترز، واي لونج دايمتر مش هيعرف يخش الفور ويبقى ويل ابلاي. اتس نوت ويل انجيج. عشان كده تلاحظ ان الست دي اخر اسبوعين ثلاثه الفاندل ليفل عالي مش لابس كويس. طب بعد كده يا دكتور فاندل جريب، الست اللي موجود في الفاندس على ان ده مين؟ البانكس بريتش. بعد كده يا دكتور امبلايكال جريب، زغزغ الست كده في بطنها وشوف ايه اللي حوالين الامبلايكس، هتلاقي انك بتشوف مين؟ الليمبز عندي. تقدر تحس الباك؟ صعب. صعب جدا تحس الباك، الباك ورا عندي. طب انزل بعد كده بلفيك جريب، انزل على الخط تحت خالص، ولا يا جدع يقول لي الدايمتر اللي هحسه بايدي من ايديا بتزفلط عليه اسمه ايه؟ باي تمبرال دايمتر. الدايمتر عندي اللي صباعي يتزفلط من عليه ده اسمه باي تمبرال دايمتر 8.5. طيب انت كده بالوايه لعلم ان كله برضه ده هرتله، يعني مفيش حد في عائلتنا بيقدر يعمل الهرتله دي. انت كده بالوايه قدرت تعرف ان الواد ده اللمس بتاعته قدام والظهر عنده مين؟ لورا. غالبا الواد ده مين؟ اوكسيبيت بستيريو. هتروح تاكد في مين؟ بالسمع. بالسمع. مبدئيا كده الاوكسيبيتو انتيريور الستات الحوامل العاديين البيبي بيتسمع عندي ميد واي ما بين الامبليكس وما بين الانتيريور سبيريال سباين. ميد واي ما بين الامبليكس والانتيريور سبيريال سباين. مبدئيا كده يا جماعه كل المان بوزيشن مان برزنتيشن في الاخر يعني الاوكسيبيتو سبيريال والفيس بيتسمعوا عن الانتيريور سبيريال سباين عند الفلانكس. يبقى البيبي عندي الاوكسيبيتو بستيريور والبيبي عندي الفيس هيسمع فين؟ عند الجينات الفلانكس. عند مين؟ عند العظميه دي اللي اسمها الايه؟ انتيريور سبيريور سباين. الكل يعرف ان الماء موصل جيد ولا غير جيد؟ غير جيد للاصوات. فصوت القلب هيجي من القلب للكتف والكتف في الجلد اللي على الانتيريور سبيريور سباين ويتسمع بالمنظر ده على الجنب ده او الناحيه الثانيه على الجنب ده. ماشي يا عم الحاج. يعني يا دكتور انتوا ما بتعملوش الكلام ده فعليا؟ لا. امال تقدروا تكتشفوه مين؟ بالسونار. انا بكتشف عندي المال بوزيشن ده بالسونار. والصراحه ما بعملش سونار علشان اشخصه. بعمل سونار مين؟ علشان اكسكلود كونجنتال فيتال مالفورميشن. انا خايف ليكون البيبي ده مشوه وهذا التشوه هو اللي اكبره ان يبقى الاوكسيد بتاعه مين؟ ورا عندي. طب يا دكتور الست دي امتى هتؤكد هذا التشخيص ان هي ست بستيريو؟ يوم ما تيجي في الولاده. يوم ما تيجي في الولاده هعمل نفس الكلام لكن اللي هيزيد عليا ان هقدر كمان اعمل ايه؟ بي في. فلما بتعمل بي في عندك تقدر تخش في السيرفكس. في فرق ان السيرفكس يبقى ايرلي دايليتد 2 3 سم وليتلي دايليتد 5 6 سم. في البدايه ايرلي 2 3 سم مش عارف تدخل صباعك ومش عارف تحس حاجه. بس هتلاقي كده حاجات تديك اشاره. عارف ايه الحاجات دي؟ ممبرين كده بلشنج جامد، ممبرين مفرقع بدري، كورد مبلبل، راس مش لابسه كويس، كل الكلام ده ناتج عن ايه؟ ناتج عن نور ولونج دايمتر فنوت وال ابلايد على مين؟ على السيرفكس والخوف. فنتيجه لهذه النون انجيجمنت زي لارج باب فور ووتر مفرقع بدري، مين يبلبل اللي تحت؟ الكورد، ومين يطلع لفوق؟ انفكشن. طب كده شخصت ان هي اوكسيبيتال ستيريو؟ لا، انت مجرد شاكك ان في مان برزنتيشن او مان بوزيشن عامل له لونج دايمتر. امال امتى هتاكد؟ على 4 5 سم. اما السيرفكس يوسع شويه وتقدر تدخل ايديك على الراس وتلاقي فعلا ان الاوكسيبيت متجه فين؟ ورا. الاوكسيبيت تلاقيه متجه فين؟ عندي ورا.
ومال اللي قدام اسمه ايه؟ سيرسكوت. والسيرسكوت متجه فين؟ قدام. حد يقدر يرد على السؤال الشكو ده؟ افرض الولاده دي اوبستراكتد وفي اديمه جامده اسمها كيبل سبسيدينيا مغطيه عند الاوكسفورد ومغطيه عند السيرسكوت، فانت شايف البوستيريور فونتانيل ولا الانتيريور فونتانيل؟ ازاي هتشخص ان حد يجي سيرك السيرير؟ بالودن بالودن. يبقى السؤال الشفوي لو عندي كيبل سبسيدينيا مغطي على الانتيريور فونتانيل بشوف بالودن. واتجاه الودن معروف، معروف فين عندي الهيلكس بتاع الودن لورا، ومعروف فين الفريجس بتاع الودن عندي لقدام. طب عرفت انك تشخصها اخيرا ان هي اوكسيبيتيف سيرير، هتقول للست ايه؟ لازم تشخص هي حاجه من اثنين، يا رايت اوكسيبيتيف سيرير يا لفت اوكسيبيتيف سيرير. غالبا بتبقى مين؟ رايت. بنسبه خد بالكم الحاجات اللي بتيجي ام سي كيو، اوكسيبيتيف سيرير از مور رايت، اوكسيبيتيف انتيرير از مور لفت، كل ماشي مع الرايت اوبليك دايمتر. تمام. رايت او لفت مزنوق فين؟ في خن من الاثنين، جدع ثم جدع ثم جدع، اللي وانا بتكلم على الدايمتر شاف بعينه ان في دايمتر انا نطيته بتاع الاكسيرف بستير اسمه ايه؟ ساكروكتايلويد. ساكروكتايلويد. ايه يا دكتور الحكايه؟ لو انت موجود عندي في خن من الاثنين هنا يا دكتور، اعرض حاجه في الراس. مين اعرض حاجه في الراس؟ بايبرايتال دايمتر. مزنوقه ما بين ايه؟ مزنوقه ما بين الوسط بتاع البروموتري والالبكتيريال امينس. هذا الديامتر الجديد اللي ظهر لي اسمه اوبليك ولا اسمه ساكروبوتايلويد؟ ساكروبوتايلويد. طب ازاي افرق بينه وبين الاوبليك؟ جدع اللي يقولها لي، انا قلتها ازاي في الشرح. الاوبليك بديل من الجوينت، علشان كده عاملين مع بعض حرف ايه؟ اكس. انما عندي حضرتك الساكروكتالويد بادئ من الوسط، علشان كده عاملين مع بعض حرف ايه؟ بي. عشان كده مع بعض عاملين حرف مين؟ بي. يبقى الفرق بين الساكروكتالويد والاوبليك ان الساكروكتالويد بادئ من المنتصف وراح هنا الايليوبكتيريال امنس، بادئ من المنتصف وراح هنا الايليوبكتيريال امنس. ده كام سنتيمتر يا دكتور؟ 9.5 سنتيمتر. ومن هنا جت الكارثه. جت الكارثه بتاعت ايه؟ جت الكارثه بتاعت الولاده بتاعت الاوكسيبتوستيريو. لا يمكن هذا الاوكسيبيتيف ستيريور يتولد الا لما يحقق حاجه من اثنين. الحاجه الاولانيه ان يسيبه من حركه ان هو رايت او لفت اوكسيبيتيف ستيريور ويبقى رايت. لان اتضح ان مفيش حد يقدر يطلع من فتحه الحوض غير ما يطلع عندي مين؟ بالطول. والحاجه الثانيه ان هو يدور لي على مفصله يتمرسل عليها. لان اتضح ان مفيش حاجه بتطلع غير اما تعمل ايه؟ مفصله على السيمسس بيوبس. وده اللي حصل في الاوكسيبيتيف انتيريور. لف وبقى بالطول واتمفصل على مين؟ على السيرسس بيوبس. بقت القصه كلها ايه؟ ان هذا الاوكسيبيتيف ستيريور سواء رايت او لفت ما يتولدش غير ايه؟ غير اما يلف. غير اما يلف. طب يا دكتور، طب ما هو يلف، ممكن يلف لفتين، جدع اللي يقولها. ممكن يلف لقدام ويبقى دايركت اوكسيبيتيف انتيريور، وممكن يلف لورا ويبقى دايركت ايه؟ اوكسيبيتيف ستيريور. يبقى احنا لازم نتفق على هذا الكلام. يبقى لا يمكن عندي تتولد وانت واخد عندك هذا الوضع. ايه يا دكتور الوضع ده مثلا؟ ده رايت اوكسيبيتيف ستيريور. امال لازم ايه يا دكتور؟ لازم عندي تلف لغايه اما تبقى دايركت اوكسيبيتيف انتيريور، او تلف لغايه اما تبقى دايركت اوكسيبيتيف ستيريور. وساعتها ادور لك على مفصله توصل بيها. طيب لو انا لفيت قدام عندي هلف كام تون من الدايره؟ ثلاث تمان. برافو عليك. تمن بقيت بالعرض، تمن بقيت قدام ويمين، تمن بقيت قدام تماما. ولو لفيت ورا هلف قد ايه؟ هلف عندي تمن. طب انت كده ماشي معاك خطوه بخطوه وفهمتني. كده ادي تمن بقيت بالعرض، تمن بقيت قدام ويمين، تمن عندي بقيت قدام تماما، او تمن عندي لمين؟ اللي وراه. ناقص حاجه واحده عشان الدرس ده يخلص. انت علشان تلف، مين العضله اللي بتلففك؟ الفيتر نايل. الفيتر نايل اللي بتشتغل ببلاش ولا بتشتغل بقانون؟ قانون اسمه ايه؟ كل ما تخبطني اكتر كل ما ازورك اكتر، لكل فعل رد فعل. طب ايه الحكايه؟ الحكايه ان البيبي ناصح وعارف ان هو لازم يلف يا لقدام يا لورا، المهم ان انت ممكن تجيب عشان يطلع من فتحه الحوض للطول. طيب وعارف ان انا هلففه الليفيتور ايناي. انا عايز عندي اخبط عند الليفيتور ايناي خبطه قويه. لا يا دكتور، علشان انت لمصلحتك تبقى دايركت سيبت انتيريور ولا دايركت سيبت سيريور؟ يبقى على كده عايز تلف كام لفه؟ ثلاث اتنين لفه كبيره. ارجوك اخبط اللي بيته الايمان خبطه قويه عشان هو يلففك لفه قويه. ازاي الفف لفه قويه؟ ما تخليش خطتك ديفيوز، اعمل فيها ايه؟
كولكشن خليها ايه كونسنتريتد. وهنا يجي السؤال، ازاي يا دكتور محمد ابقى عندي الفلاحة، ازاي يا دكتور محمد يبقى عندي الخطة دي كونسنتريتد رغم ان البايبرايتر ديامتر 9.5 سنتيمتر مزنوق في الساكروكوتايلويد ديامتر اللي هو كمان ايه 9.5 سنتيمتر. ازاي ازاي عندي يا دكتور ان انت عندك تتني الراس، ما انا علشان اكونسنتريت عندي لازم اعمل ايه فلكشن، لازم ازود ايه فلكشن. هما ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان البايبرايتال ديامتر مزنوق في الساكروكوتايلويد. طب ومدام 9.5 زنق في 9.5 هل عارف يعمل فلكشن؟ لا يا دكتور. امال ايه ديفلكسد؟ يعني ايه ديفلكسد؟ يعني مش مدني على الاخر مفتوح سنه، مش مدني على الاخر الراس عندي مفتوحه سنه. طيب انت ايه مصلحتك عندي؟ انا مصلحتي ان عايز اتني الراس على الاخر، عايز اوصلها للماكسيمم فلكشن. على فكره لا يمكن نوصل للماكسيموم فلاكشن، الماكسيموم فلاكشن ده خدناه في الدرس الاولاني بتاع الاوكسيبيتو ايه؟ انتيريور. انما هنا طول ما البايبرايتر مزنوق في الساكروكتايلويد انت دايما اسمك ايه؟ ديفلكس، دايما اسمك سنه ايه؟ ديفلكس. بس في فرق ان انا ابقى سلايتلي ديفلكس يعني حاجه بسيطه، او مالد ديفلكس معقوله، مودريت ديفلكس متوسطه، سيفيرلي ديفلكس لا ديفلكس عندي جامد. الفرق ما بين هذا الكلام كله، كل لما تبقى عندي ناحيه السلايد ديفلكشن انت باين ناحيه الفلكشن، كل لما تبقى سيفير ديفلكسيف انت باعد تماما عن الفلكشن. يبقى مين الاحلى يا دكتور؟ الاحلى عندي انك تبقى سلايد ديفلكسيف. يعني ايه سلايد ديفلكسيف؟ قبل الفلكشن بسنه. ادي سلايد ديفلكسيف، مايل ديفلكسيف، moderate deflexed، severely deflexed. المهم ان كلهم ايه؟ deflexed وخلاص. ليه لا يمكن ابقى fully flexed؟ علشان حضرتك مزنوق 9.5 في 9.5. طيب بقت ايه القصة؟ القصة عندي لو انت مش عارف بص معايا المرة الثانية. slightly deflexed. دي اسمها fully flexed، عمري ما الاقيها. slightly deflexed، mildly deflexed، moderate deflexed، severely deflexed. مين الأحسن؟ كل ما ابقى slight. ليه؟ عشان عامل ايه في السيريال؟ مصغرها، فالخطه هتبقى ايه؟ اكتر، فما دام الخطه اكتر هتبقى اللفه ايه؟ احسن، وهتقدر تلف لقدام وتتولد. فبقت القصه ايه؟ مين اللي بيحدد عندي درجه الديفلكشن دي؟ سلايت ولا مايلد ولا مودريت والسيفير؟ اقول لك ايه اللي بيحددها عندي؟ اللي بيحددها عندي نمره واحد البيبي، الباسنجر. قد ايه من العظم بتاع البايبرايتال ديامتر مضغوط عليه بالعظم بتاع الساكروكوتايلويد ديامتر بتاع الصوت؟ والله لو انت مقرط وضاغط عليه قوي 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 مش هيعرف عندي يبقى ناحيه الفلكشن، مش هينفع يبقى سلايتلي فلكس، هتلاقيه سيفير ديفلكس. لو انت سايبه ومرحرح عليه هيعرف يوصل ناحيه التلايات دي، هينفع يبقى سلايتلي ديفلكس. يبقى مين اللي بيحدد عندي الاربع درجات دول؟ نمرة واحد، قد ايه عندي من العظم بتاع البيبي مزنوق عليه بالعظم بتاع الحوض؟ نمرة اتنين، قد ايه عندي ظهر هذا البيبي اوبوز على ظهر الام؟ هو ظهر البيبي ده اللي هو لقب ظهر الام؟ في حالة الاوكسيبتو بستيريور الاثنين والد ايه على بعض؟ الاثنين والد اوبوز على بعض، لكن شايف الاوكسيبتو بستيريور مفيش مشاكل خالص. طب مين يا دكتور اللي بيحدد ده؟ الرابشر اوف ممبرين. العينين دول كلهم للاسف لو بيتيجوا الديامترز اللي هاد نورمال ابلايد بيحصل لهم فيهم ايرلي ايه؟ رابشرز ممبرين. وكل ما الميه تصفي كل ما ظهر البيبي ده هيجي على ظهر مين؟ ظهر الام. طب لو الاثنين جم على بعض قوي كده ازاي البيبي هيبني راسه؟ مش هينفع، مش هينفع. يبقى ايه الحكايه؟ تعالوا نشوف مع بعض الست الاولانيه، مين الست الاولانيه؟ اللي كل الظروف عندها كانت زي الفل. مين هي الست الاولانيه اللي عندها سلايد ديفلكشن؟ يعني ايه يا دكتور سلايد ديفلكشن؟ ادي الفول فلكشن اهو، ادي السلايد ديفلكشن درجه قبليه، ادي الفول فلكشن اهو، ادي السلايد ديفلكشن درجه بسيطه قبليه مش اكتر من كده. عارف ليه الست دي بقى سلايد ديفلكشن؟ علشان نمره واحد الساكروكوتايلويد ديامتر واسع سنه على البايبرايت. علشان نمرة اتنين الرابشر في ممبرين ما نزلش كل الميه، فمش الباك بتاع البيبي والد اوبوزد جامد على الباك بتاع الام ومانعين بعض.
عشان نمرة 3 حجم البيبي ده معقول مش كبير تعرفيني راسه. علشان نمرة 4 الحوض ده حضرتك واسع مش ضيق فالبيبي عارف يحمي راسه. عشان نمرة 5 الباور بتاع الست دي قوي عارف يزق البيبي يخليه يحمي راسه مش اي كلام. فلو كل الظروف دي عندي توفرت والبيبي عمل عندي سلايد ديفلكشن هيخبط خطه بالاليفيتور يونايت قويه جدا. خطه كافيه ان هي تلفه كام درجه؟ 3 اتمان. لدرجه ان الستات اللي سلايد ديفلكس دول نهايتهم ان هم يتحولوا يبقى اسمهم ايه؟ دايركت اوستيك تو انتيريور. بس يا دكتور ما يلفوا 3 اتمان دي اسمها ايه؟ لونج انتيريور روتيشن عندي. طب افرض يا دكتور الظروف عندي كانت مايلد. يعني ايه مايلد؟ يعني سنة. يعني ايه يا دكتور سنة؟ يعني يا دكتور لقيت سنة العظم بتاع الحوض الساكروكوتيرويد ده بتاع البايبريتال ده المية نازلة سنة فالباك بتاع البيبي بوزت سنة على باك بتاع الام فمش عارفة تعمل فلكشن احسن من كده. سنة الحوض ضيق، سنة الباور وحش، سنة الليفيتور جنوي تعبانة ادت في الاخر الى سنة ديفلكشن. I mean اما يبقى عندك سن الديفلكشن شايف بص سلايتلي ديفلكسد مايلد ديفلكسد مودريت ديفلكسد سيفير ديفلكسد. سلايتلي ديفلكسد خطه قويه، امال مايلد ديفلكشن خطه زيها ولا اضعف؟ اضعف لانك عملت ايه سيرفيس اريا مسحتها. يبقى السلايد اما الست عندي كان سلايت ديفلكشن كانت خطه قويه بالنصف انما لما خليتها مايلد ديفلكشن بقت الخطه ايه؟ اضعف. وسعت البوكس بتاعتي، وسعت المساحه. فما بقت اضعف لففتها بس لففتها قد ايه بس؟ ثمن الدرجه بس وخليتها تقف هنا. جدع اللي يقول لي لو لف الاوكسجن ووقف بس هنا بنسميها ايه؟ دي ترانسفيرس ارست. برافو عليك. طب خش على اللي بعديها. ايه اللي بعديها؟ مودريت ديفلكشن. يعني ايه يا دكتور مودريت ديفلكشن؟ يعني الاوكسجن عندي مش لا سلايتلي ولا مايلد، لا دي رجعت لورا اكتر. شوف كل ما الراس ترجع لورا اكتر كل ما مساحه الراس تكبر، كل ما الخط عندي تضعف. المودريت ديفلكشن ده بالمنظر ده خطه بالاوكسجن كله، عشان كده تقريبا مفيش خطه خالص. عشان كده اللي فيتور ايناي مش هيتحرك خالص. يبقى المودريت ديفلكشن دي رجعت لورا كانك نازل كده براسك صلقه مرقط على اللي فيتور ايناي. مفيش خطه خالص، مش هتتحرك خالص، وهتفضل زي ما انت ويبقى اسمك ايه؟ persistent oxidative stress دايما. طب اخر حاجه لو الظروف كلها زباله، يعني ايه ظروف زباله؟ باور وحشه قوي، والحوض ضيق قوي، والعضله وحشه قوي، والبيبي كبير قوي، وعظم الراس كبير قوي بالنسبه للساكروكوتيرويد، فالدنيا زنقه قوي، لدرجه ما عرفش يعمل فلكشن خالص، بقى سيفير ليه؟ ديفلكسد، وهنا جت المشكله. ان لما البيبي يبقى سيفيرلي ديفلكسد بالمنظر ده شايف سلايت مايلد مودريت سيفير. سلايت خابط بالاوكسجن اقوى خبطه، مايلد خابط بالاوكسجن خبطه ضعيفه، مودريت ما انتش خابط خالص، سيفير خابط بمين؟ بالسنسبوت وليس مين؟ الاوكسجن. يبقى تاني يا جماعه سلايت مايلد مودريت سيفير، سلايت خابط اقوى خبطه هتلف عندي 3 اتمان تبقى دايركت سيكت انتيريور. مايلد خابط خبطه ضعيفه هتلف توم تبقى دايركت ترانسفيرس ارست. مودريت انت ميد وي مش خابط خالص هتفضل زي ما انت يبقى اسمك بيرسيستنت سيكتور ستيك. سيفير ده انت ما خبطتش بالاوكسفورد خبطت بالسنسفورد. خبطت اللي فيتر ايناي اللي ورانيه ولا قداميه؟ والكل فعل رد فعل. خبطت السنسفورد من قدام فاللي فيتر ايناي هتروح زقك قدام. هتروح ايه اللي حصل؟ هتلاقي تخبط السنسفورد تخليه عندي يجي قدام. فعارف كان مين اللي اتحرك لورا؟ الاوكسجين كان اتحرك لورا، كانه بقى ايه؟ بقى دايركت اوكسيديتيف ستريس. يبقى سلايد ديفلكشن خبطه قويه، مايل ديفلكشن خبطه ضعيفه، لفه ضعيفه. مودريت ديفلكشن مفيش خبطه، ميد واي مفيش لفه. سيفير ديفلكشن تخبطت بالسنس بوت قدام. فالسنس بوت ده هيلف تمن لقدام، انعكاسه ان الاوكسجين هيلف تمن لايه؟ لورا، في الاتجاه المعاكس. ويبقى اسمه دايركت ايه؟ اوكسيديتو بوستيريور. طب الكلام ده بجد يا دكتور محمد بيحصل؟ اه يا ابني الكلام ده بيحصل. انت شايف على الرسمه كاتب لك عندي ذا مين فاكتور از درجه الفلكشن ودرجه الاكستنشن. شايف عندي في 90% من الحالات اكتب جنب 90% سلايد. في 90% من الحالات الديفلكشن يا دكتور بيبقى ايه؟ بيبقى سلايد.
فتقدر تدخل النقطه دي بارك سيف كرانتير. يبقى الحمد لله الستات دول هيولدوا بنسبه كام طبيعي؟ 90%. 1% يا دكتور من الحالات بتلف عندي ايه؟ ثمن لفه. بتبقى اكتب جنب 1% ديب ترانسفيرس ارست. اكتب جنبيها مايلد. انا ماشي سلايد مايلد مودريت سيفير. يبقى 90% سلايد، 1% مايلد، 3% مودريت، 6% سيفير. يبقى سلايد مايلد مودريت سيفير. 90% سلايد، 1% مايلد، 3% مودريت، 6% سيفير. يبقى الستات بيولدوا نورمالي 90% تحولوا سيبتو انتيريور، وكام في المية وحش؟ 10%، متقسمة ايه؟ 1-3-6. طب الواحد دي اسمها ايه؟ دي ترانسفيرس ارست. طب التلاتة دي اسمها ايه؟ بيرزيستنت اوكسيبتو سيبتو. طب الستة في المية دي اسمها ايه؟ دايركت اوكسيبتو سيبتو. طب انت دلوقتي اما انت بتبقى دكتور كويس وعارف ان عندي الست دي ممكن الراس تلف بنسبة كام في المية؟ 90% وتتقلب اوكسيبتو انتيريور وتولد. انت ايه اللي عليك؟ انت كل اللي عليك لو شخصت ان هي اوكسيبتو بيستير حضرتك انك تفتح لها حاجه عندك في الكوش اسمها ايه؟ كارتوجرام. وتنتظر ايه؟ تنتظر ان الست تعدل نفسها بنفسها. قولوا لي يا جماعه ايه الحاجه الوحيده اللي عرفت اعملها بالكارتوجرام؟ كل العيانين اللي بشخصهم في الاكتف فيز اوف ليبر بعمل لهم ارتفيشال رابشر اوف ممبرين واستنى ساعه واروح مديهم ايه؟ اوكسيتوسي. انت عارف ده معناه ايه؟ ان الحاجه الوحيده الكومبوننت اللي تقدر تتحكم فيه هل هو الفاسج ولا الفاسنجر؟ هو الباور. وتدعي وتقول يا رب. تقول يا رب انا هزود الباور على قد ما اقدر بحيث ان الراس تضغط جامد وتبقى سلايتلي ديفلكسد فتلف بنسبه 90%. طب ازاي يا دكتور عندي هزود الباور؟ كاتب لك اعمل ارتفيشال رابشر اوف ممبرين. بس كاتب لك ويسكير. حد جالي يقول لي ايه؟ اخاف لا يحصل كورد كولابس. ليه؟ لان الهاد از نوت وال ابلايد. الهاد از نوت وال ابلايد. كاتب لك عندي ادي عندي اوكسيتوسن بحرص. ليه تدي اوكسيتوسن بحرص؟ لان لونجيتيودنال دايمتر فممكن يحصل ايه؟ رابشر يوتوس. ممكن يحصل ايه؟ رابشر يوتوس. كاتب لك عندي تعمل ايه عندي؟ تروح مدي حضرتك بون انالجيزيا. ليه عندي تدي بون انالجيزيا؟ لان البرص بتورى، عارف ورا ضغط؟ طب ايه في تيومرز؟ انت كان بيجي لي حاجه اسمها سوماتيك بين، اما اضغط على مين؟ يعني امنتوا بالله ان كل الفلكسز النيرف موجوده بري سيرفرال، يبقى مين العيانه اللي هتتوجع اكثر؟ سيبت انتيريور ولا بستيريور؟ بستيريور، البرص بتضغط عليها، يبقى محتاج ايه؟ بون انالجيزيا. جود انالجيزيا، جود ارتفيشال رابشر في ممبرين، جود اوكسيتوسن، دي الحاجه الوحيده اللي هي في ايدك وتمشي على مين؟ على البارتوجرام. بس بقول لك بس علشان الدايمترز طويله انت احتمال الامور تبقى متاخره، فبقول لك افويد مين؟ انرشيا. ازاي عندي افويد عندي انرشيا؟ لو العيانه دي هيدريتد اديها ميه. لو عندك فول بلادر لا فضيه. لو عندك العيانه عندك بتاخد انالجيزيا دونت جيف ايت ان اكسس. العيانه قاعده عندك خايف لا يحصل لها ايرلي رابشر اوف ممبرين، ازاي اتقن يحصل لي بريماتشر رابشر اوف ممبرين؟ كل العيانين يلفوا ويمشوا انما دي لازم ايه؟ تنام. ممنوع يا ماما تتمشي، ليه؟ نوت وال ابلاي يحصل لك رابشر ممبرين. كل العيانين ياخدوا ريكتال انما، دي ممنوع عليها تاخد ريكتال انما، لا ممكن الانما دي تفرقع الممبرين. كل العيانين ممكن نعمل لهم بي في كتير الا دي محدش يجي ناحيتها عشان ممكن يعمل لي ايه؟ رابشر اوف ممبرين. ولو عملت ايه اللي رابشر اوف ممبرين انت عرضه ان يحصل مين؟ عرضه ان يحصل انفكشن. كل اللي مطلوب من حضرتك عندي جارد اجينست انرشا رابشر اوف ممبرين انفكشن اعمل ارتفيشال رابشر اوف ممبرين في الوقت الصح اللي هو اكتف فيز اوف ليبر انتظر ساعه ودي عندي اكستوسن وهتقرص على العيانه طبعا علشان انا عايز اخلي كل الفاكتورز جود والفلكشن يبقى مجرد سلايد فهدي اكستوسن كتير فهنضطر نحتاج انالجيزيا وتعمل ايه؟ وتصبر. تصبر لغايه اما العيانه تبقى فولي دايليتد وتنتظر هتلاقي بنسبه 90% ايه اللي حصل؟ الراس لفت قدام. امال حضرتك عندي لو الراس عندي لفت لورا بنسبه 6% بقى اسمها ايه؟ دايركت سيمتوم سيري. عارف امتى الراس تلف في ورا؟ اما الحالات تبقى سلايت ولا مايلد ولا مودريت ولا سيفير. عارف ليه ربنا خلاها 6%؟
6% تلف لورا لانك حلوة. لان لو لفت لورا وش البيبي بيبقى موجود فين؟ قدام. فينفع تولد بطريقة اسمها ايه؟ فيس تو بيوبس. فيس تو بيوبس بطريقة ينفع للستات يولدوا بيها. طالما انت بقيت دايركت بسيبت اكستيريور، طالما انت ماشي عندي باللونجيتيونال يعني الطول ماشي بالطول هتتولد مفيش مشاكل. بس عندي مشكله واحده بس، انا عايز ادور على مفصله. في الاوكسيبيتو انتيريور كان ستاب اوكسيبيتال ريجن بيهاج ورا السنسس بيوبس. طب وفي الحالات بتاعتنا الدايركت بسيبت اكستيريور مين اللي هيهنج؟ النوز. برافو عليك، ده سؤال شفوي. مين اللي هيهنج في الدايركت بسيبت اكستيريور؟ النوز. طب يا دكتور لو النوز عندي مفصل الولاده الفيس تو بيوبس دي سهله ولا صعبه؟ صعبه. عارف ليه صعبه؟ بمنتهى البساطه ايه هو الديامتر بتاع الاوكسيبيتو بوستيريور؟ تاني بولي بلاستيك بروفايل سب اوكسيبيتو بريزماتيك سب اوكسيبيتو ترانتر تشيل السب تبقى اوكسيبيتو اهو. يبقى الديامتر بتاع الاوكسيبيتو بوستيريور اهو في حالات الفيس تو بيوبس. يبقى الدايمتر بتاع الاوكسيبيتو بوستيريور ده مش متحقق غير في حاله واحده بس اللي هي حاله ايه؟ فيس تو بيوبس. ساعتها لو مسكت كده تلاقي ده كام سنتيمتر؟ 11.5. واسع جدا يعمل لي كرينيال تير. علشان كده الفيزيوتومي از دي ماسك. تولد يا دكتور مفيش مشاكل 50% من العيانين بيولدوا. طب ولو 50% لقيت ال 11.5 دول عاليين ممكن عندي اولدهم فورسبس او باي سيزيريان سيرجن. انما حضرتك اللي لفه 1% ربنا ما يحط لك برسنتج قليل تبقى الحاجه حلوه ولا وحشه؟ 1% و3% حلوين ولا وحشين؟ دي ترانسفيرس ارست بالعرض او ريزيستنت اوكسيبيتو بوستيريور. ايه وحشتهم؟ وحشتهم ان هم ما جوش عندي لونجيتيودنالي. هتضطر ايه؟ تلفهم. الفورسبس اسمه ايه اللي بلفهم بيه؟ كيلاند فورسبس. يبقى الفورسس اللي بلفهم بيه اسمه كيلاند مدمر. اسمه كيل مدمر. طب بلاش لفهم بالفورسس، لفهم بالفنتوز بيفلت. فنتوز بيتحط على الراس والميه نازله وكده وما بتعرفش تعمل نيجاتيف بريشر فبيفلت. فاخر حاجه ينفع تلفهم بايه؟ بايدك. يعني ايه يا دكتور تلفهم؟ يعني تعمل لهم روتيشن. يبقى العيانه فعلا اللي الاوكسبت عندي يبقى ترانسفيرس او الاوكسبت عندي بستيريور انا اقدر الفه واخليه انتيريور سواء بايدي او سواء بالفورسبس او سواء بالفنتوز. بس نمره واحد ان انت ايدك توصل له. يعني ايدك توصل له؟ انجيج. امال لو انا انجيج هعمل له ايه على طول؟ على فكره يا شباب في نسبه معينه للعيانين الاوكسبت بستيريور بيتولد بيها. النسبه دي كام في الميه؟ ليه 93%؟ 90% اللي لفوا بقى اوكسبتو انتيريور و3% اللي هم ال 50% بتوع ال 6% اللي بقوا دايركت اوكسبتو بوستيريور عندي بريشن فورسز. بكره ان شاء الله.